الثورات لما بتقوم بتحصل عشان تجيب ناس مكان ناس، واللي عملوها كانوا متخيلين إن النظام لما يقع البلد هتتحول لجنة، فبدأوا يحلموا. كل اللي لقوها فرصة عشان يظهروا لازم يفهموا إن ثورتهم لو غيرت أشكال فما بتغيرش أسلوب، رغم إننا واثقين إنهم مش هيستحملوا، لكن بنعاقبهم بهدوء لأن بطء العقاب بيبقى أصعب كتير من العقاب نفسه. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا. انت يا سوحة يا بنتي يا سموحة قابلت عشان تفطري. طب ياما متصربة على ايه؟ كنت بحط كحل. خبطت على الرايق يجي يفطر معانا؟ لا يا اختي، ابن اخوكي راجع وش الصبح، ولو انقتل له قتيل ما هوش صح. وبعدين انا مش عارفة عايزة تصحي ليه، عشان ينكد علينا؟ قال يا بنتي ايه بتقولي على ابن خالك كده؟ اللي يشوفك دلوقتي يا اختي ما يشوفكيش وهو مسافر. مين دي؟ كمالي يعني. وبعدين مش احسن ما هو رجع لنا ووقف لنا على السقطه واللقطه؟ مش عارفه ما عادش مع اخوه ليه هناك. طب عيني في عينك كده يا بيت. اهو عينك يا معمصه، روح اغسل وشك. امال كده مين اللي بيخبط علينا دلوقتي على الصبح ده؟ دي تلاقيها خالتي دي جايبه لي البدله. بدله تكونيش فاكره نفسك رقاصه يا بيت. صباح الخير يا ست سماح، هو ايه الكبير لسه ما صحيش ولا ايه؟ خش صحي. ما صحنيش انت ليه؟ نومك تقيل يا ميم. يا عمتي كنت عشان تاكلوا اكل لوحدكم؟ لا يا حبيبي، الاكل متشلك اهو، تعالى يا حبيبي بالهنا والشفا. طب يلا كل يوم اعملي لي شاي. وما تعملوش انت لنفسك ليه؟ شايفه عمتي؟ بتقللي الادب. صباح الفل يا كبير. عايز ايه؟ اللي رب بتاع امبارح. حط على شفونيره وطير. ماشي يا كبير. نيل يلا يا يوجا. طب ايه يا واد يا نحله؟ خضتني غصب عني يا ست مديح. صباح الخير يا رايق. صباح الفل يا حبيبتي. اتفضلي اقعدي. لا مش هقدر اقعد كتير، عايز اروح اصحي الواد يوسف وافطره. فين البدله؟ انا جايباها. واسكتي بقى عشان ما يسمعش ويجي يشوفها يعمل جغغه على الصبح. يو انا حره. هدنك وراها كده اهو لحد ما الرايق في اح علقه ما كلهاش حمر في مطلع. صباح الفل يا زوزه يا جميل، انت يا حلو. صباحتي من قطه من غير ديل. بصي يا حبيبتي خدي اهي. بصي بقى ظبطتها لك ودقتها لك من عند الوسط. تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلمي يا حبيبتي. طب والنبي كل لك يا حبيبتي. تستني مش هقدر والله، هبقى اعدي عليكي يا زوزه. لا بتعدي ولا بتسيلي جت. بصي
كم كده يا خالتي؟ اخصى عليكي، عيب يا بنت. بتقولي ايه؟ يلا سلام بقى. يلا سلام. هستناكي يا ديحه حبيبتي. دلوقتي بقت حبيبتي. المره السوي دي كانت جايه ليه؟ ما بتاكليش ليه يا غالي؟ ما تاكلي يا حبيبتي. ميرسي يا روحي، ماليش نفس. بقول لك يا بابي، انا عندي لك باد نيوز. خير في ايه؟ التمثال طلع مضروب. تخيل، ريت تكلم بقى الراجل اللي انت بتشتغل معاه ده وتقول له عيب قوي الحركات دي. احنا مش عيل صغير عشان يعمل معانا الحركات النص كوميدي. انت متاكده من الكلام ده؟ الراجل ده صعب يرسلنا، وبعدين دي مش اول مره نشتغل فيها مع بعض. جرأة يا بابي، انا هضحك عليك ولا ايه؟ التمثال مضروب، وريت بقى ما تخليش ثقتك في الناس دي تغشك. اوكي؟ اوكي. طيب افطر انت وانا هروح اعمل شويه حاجات كده وهصلك على البازار. ما تنساش ترجعهولي. اوكي. ايه يا شيمي، انت فعلا هترجع له الشغل؟ ولا خليه، هعمل بيه يعني. لا انا اقصد انك تتاكد منه الاول. اصل بصراحه غاليه، بنتك لما بتغضب من حد او ما بتحبوش بتطلع في حاجته لقطه الفطس، وانا خايفه ليكون التمثال سليم وتبوظ لك البيعه كده والسلام. علشان خاطري، علشان خاطري يا شيمي، متاكد منه، مش عايزك تخسر الراجل. بعد كلمه غاليه مفيش كلام. ماشي يا شيمي، ربنا يخليها لك. انت صحيتي يا يوسف؟ لا لسه نايم. بيغسلي دول عشان وسخين. حاضر يا حبيبي، انا جهزت لك الغيار التاني وحطيته لك جوه. ما بلاش السجاير على الريق دي يا حبيبي، مش كويس كده على صحتك. انا ما رضيتش اروح شغلي قبل ما افطرك. قوم استهدى بالله كده، اطفي السيجاره وكل لك لقمه. ايش نفسي اطفح. يا نصر. خالتي يوسف صاحي؟ اه يا حبيبي، رحتش المدرسه ليه يا واد؟ يا نصر. حبيبي عامل ايه؟ اه عايز ايه؟ عم ياسين عايزك النهارده تروح له. عايزني في ايه ده كمان؟ طب اقول له هعدي عليه بالليل. ماشي. كنت تعالى. هات لي اتنين واتنين وكتر ترشي. ماشي. كنت تعالى. اه. شبرق نفسك. ماشي. اوامي نص عشان خارج. حاضر. بصي بقى يا عروستنا، شوف التشكيله دي يا عريس، مش هتلاقي رسمتهم في اي حته تانيه. الله تجنن قوي. هي جميله قوي يا حبيبتي، وبصراحه هتجنن، بس اللي يجنن اكتر ان جيجي شكل الواحده منهم تقيله قوي وهتوزن جامد. الله انت هتستخسر فروستنا ولا ايه؟ ما كله راجع لك يا عريس، وبعدين لولا عليا كان زماني وصلت لكم المحل لحد البيت. بس يعني يلا، المقدس مسافر بقى وانت عارف دي امان. بس امانه زهرته كده. الله وريهم الخواتم يا فاروق، عن اذنكم. هو انا فيكي مغرم صبابة، مغرم صبابة. يا بت احلى صباح، احلى صباح لما اسمع صوتك. صباح الفل. ايه الزغريت اللي عندك دي؟ اتجوزت من ورايا ولا ايه؟ لا ما اتجوزتش ولا حاجه، دي عندنا عروسه كده زي القمر، فكرتني بيه. لا ان شاء الله احنا كمان هنجيب شبكتنا، ما تقلقيش. يا رب يا ديبو يا رب، انت مش عارف انا بستنى اليوم ده ازاي. بكره تروح تبقى زي الفل. اصبر يا بت وهتشوفي ديبو هيعمل معاك ايه. انت صحيت؟ طب كويس بقى، يلا عشان ماما حضرت الفطار. ماشي عشان خمسة وجاي. طب يلا بسرعة. طب اقول لك ايه، انا هقوم بقى عشان اشوف الدنيا فيها ايه. هشوفك النهاردة. طيب اه طبعا هتشوفيني، وينفع يعدي اليوم من غير ما اشوفك. يلا خلي بالك على نفسك. سي يو سون. تيك كير ماي بيبي. ها تيك كير يا بت. صباح الفل يا كينج، الحياة من غيرك صعبة على فكرة. صباح الفل. طول ما انا جاي في الطريق عمال افكر في الكلام اللي قلته لي. لو مأخذ الفلوس بتحكي فيها دي مش فلوس. حاضر هعوضها لك العمليه الجايه. يعني يا باشا مش عشاني، زي ما انت بتقول دول 30 فدان، في ناس كتير، ناس بتوع الحي وناس بتوع الجهاز والناس دي ما بترحمش، وانا عايز اخلص لك المصلحه دي من غير اي عطله. ظبطهم بطريقتك انت يا رايق. لو تصدقني بشرفي انا ما طالع من العمليه دي باي حاجه، انا بعملها مجامله لواحد حبيبي زيك كده يا رايق. لا طالما حلفت بشرفك يا باشا انا مصدقك طبعا، بس مش لازم تاخدني تحت باطك يعني وانت رايح تجامل. لا مؤاخذه في الكلمه انا ماليش فيها. عندك حق، بس انا لو ما جيتش على الرايق يعني هاجي على مين؟ لا انا حبيبك، تعال عليا براحتك يا باشا، كمل لي الحدوته. زي ما قلت لك قبل كده رايق هم 30 فدان انشاءات. موافقتهم لسه ما جاتش. المطلوب الموافقات تيجي وتجيب لي تصريح الجهاز باسرع وقت ممكن. المشتري جاهز والبايع على استعداده انه يخسر نص ثمنها، ما عندوش مشكله. طب والله يا باشا حلو الكلام ده، طالما الراجل مستبع كده ما نشوف لحد من طرفنا يشتريها ويطلع لنا مصلحه حلوه، ولا بلاش ما نشوف لحد يشاركوا ويشتغلوا فيها سوا وبرضه يطلع لنا مصلحه حلوه. كان غيرك اشطر. بص يا رايق،
الارض دي ارض دوله، يعني بقت زي الفضيحه، كل واحد بيحاول يبعدها عنه. ليه بقى؟ لان الملفات بدات تتفتح، وكل واحد كان صاحب ارض برخص التراب على حس النظام القديم بدات رجله تيجي. قريت انا كده، يعني اللي هياخد الارض دي هيلبسها كل يوم والتاني هيطلع له خازوق. لا وايه، يقرف منها ويجيبها لنا تاني عشان نبقى له. صح كده، ماشي يا باشا، تمام. خد يا سيدي ده الورق، خلص مع الجهاز وبعد دي خد حسابك. واحنا في بينا حساب؟ اعتبره حصل. ايه يما؟ ايه؟ فين الاكل يما؟ اهو يا حبيبي، سلامت الشوف يا ضنايا، قدامك اهو. قدامي ايه؟ انا بقالي يومين قاعد من الشغل عايز ارم عظمي يما، حرام عليك يما، فكيها يما، بلاش استخسار يما، فكيها. كل كل يا حبيبي، لقمه هنيه تكفي 100. يلا 100 مين دي؟ ما تكفيش عيل صغير دي. هو انا عايز كتب خارجيه بقى. حاضر يا حبيبتي، حاضر حاضر. نادين انت نازله يا حبيبتي؟ اه يا ماما، النهارده البروجرام مليان، هنجيب الفوج من المطار، بعد كده نطلع على القلعه، بعدين الاوتيل، بعد كده المطار تاني، كذا مكان. عايزاكي تتصلي بباباكي. اتصل بيه ليه؟ اصل عمتك اتكلمت امبارح وقالت انه دخل مستشفى، هيعمل عمليه. ربنا يشفيه، بعدين كفايه عليه قوي، مراته وبناته الاثنين مالين عليه الدنيا. ده مهما كان باباك يا حبيبتي. وبعدين يا ماما، احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقفلناه خلاص. طب هتتاخري النهارده؟ شويه بس، ما تقلقيش، لو اتاخرت هخلي يوسف يوصلك. تروح ترمي الحاجه في وشه وتقول له اذا عمل كده تاني شي ما هيزعلك. تمام يا باشا. انا مش قادر افهم الناس دي، بدل ما يضربوا الشغل بالطريقه البلدي دي، ما يروحوا يحفروا في اي حته، دي البلد عايمه على الاثار. بصراحه ربنا يا باشا، انا من ساعه ما شفت الشغل وانا عارف انه شمال، لا شكله ولا لونه، ده متبيت شهر في الرمل عشان يطلع بالمنظر ده. طب وساكت ليه؟ سايبني كده ليه؟ لا ما يصحش مرضى يا باشا، ما دام غاليه هي اللي بتبص على الحاجه وهي اللي بتقول، انت اللي عودتني على كده. انت قلت لي انك انت خلصت اثار مش كده؟ انا دخلت اثار اه، بس ما خلصتهاش. بس بيني وبينك يا باشا، اللي اتعلمته في الشغلانه دي ما هتعلموش في اي كليه تانية. صح. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي. ايه الاخبار يا بابا؟ كنت بقول يوسف رجع تمثال للراجل الزفت ده. بصراحه الحاجه كلها طلعت شمال زي ما حضرتك قلتي. وانا مستنيك انت يعني عشان تقول لي. بقول لك ايه، ما تركن العربيه بتاعتي وسايبها في نص الشارع. شحته، اركن عربيتي لهانم. اللي انت بتعمله ده يا بابي؟ ايه عملت ايه؟ ليه تخليه يبص على الحاجه؟ انا قلت لك مليون مره مش عايزه حد يتدخل في شغلنا باي شكل من الاشكال. على فكره يوسف ده ابن ناس وطيب، وانا عندي ثقه فيه. انا بقى ما بثقش في حد، لو سمحت ريحني. ممكن خلصت الشغل اللي في ايدك يا احمد؟ خلاص يا حاج، فاضل بس تركن دبرياش وابقى كده تمام. شد عينك شويه عشان اخش على الكربراتير. حاضر يا حاج، حاضر، ثواني اكون خلصت على طول واخش على الكربراتير. يا اسطى. ايوه يا حاج، امر. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ لقيت نفسي فاضية، قلت بدل انا وامي بنقعد نكف في بعض اعملها لك مفاجأة. طب وحشتني يا جزمة. جزمة؟ هي دي رومانسية؟ دي رومانسية التراسية، هو ده الجديد في الموسم. طب اسمع عشان ما تأخرش، بكرة خلص تدريب بدري، إيه رأيك نتقابل؟ لا بكرة ما ينفعش، استحالة. استحالة؟ مش عايز تشوفني؟ لا مش قصدي، مش قصدي يا شيماء، أنا آسف، وحياة ربنا أنت مش فاهمة. هقول لك، أصل بكرة عندنا ماتش مع إنبي، وإنبي ضيع علينا الدوري قبل كده، فلازم بكرة نروح والعين نار عشان يكشوا مننا. أمال إيه؟ الله. أوه أوه أوه. جمهوره ده حماه. أوه على الحلوة والمرة معاه، مفيش في قلبي غير الأهلي، ولا فيش في غيره فرحني. أوه عبيط يا أحمد، عبيط عبيط يا ابني، انا جاي لك الورشه اول مره، اجي لك ما قلتليش حتى تشربي ايه وبتغني للاهلي. هتشربي ايه في القهوه يعني يا شيماء؟ هشربك ايه زيت باكن؟ وبعدين الرومانسيه اللي بتتكلمي فيها ديت ببدل انبوبه البوتاجاز اللي انا لابسها دي. الله، الكلام اللي انت بتقوليه دوت ما ينفعش هنا، ورشه وزيت وشحم وفيزا وبتاع. صح انا غلطانه، ما كانش المفروض اجي لك اصلا. يا رب الاهلي يتص خمسه. لا ايه اللي انت خد يا بنت، تعالى هنا. ايه اللي انت شيماء؟ طب هو جمهوره ده حماه. السلام عليكم يا ديه. عليكم السلام، ازيك يا ياسين؟ ايه ده، معقوله جايب الجاكيت بنفسك؟ لا ما انا كنت في مشوار كده وقلت اعديهم بالمره، وهو نروح مع بعض بدل ما تروح لوحدك. تمام كتير؟ لا خلاص انا بشطب اهو. الله، الوانهم حلوه قوي يا ياسين. لا موسع عليهم بنفسي. تسلم. الله، بس دول خمسه مش اربعه، يعني في واحد زياده. اه خلاص، يبقى الخامس ده بقى علشانك.
عشاني انا؟ علشاني. هيغلى عليك ولا ايه؟ ايوه بس ياسين. ايه مديح؟ ترد هديتي؟ تسلم لي وتسلم ما جايبك يا اخويا. ما قلتليش الواد يوسف عامل معاك ايه؟ اهو زي ما هو بيعاملني كاني مش امه. والله ما انا عارفه ياسين هلاقيها منين ولا منين. لا انت عارفه يا مديح، يوسف مش هيتعدل ولا ينصلح حاله الا ما يعرف موضوع ابوه. يلا ربنا يهدي الكل. خلص بقى اللي في ايديك بسرعه وانا هستناكي بره اشرب سيجاره. ماشي. يلا سلام. سلام. برنسيس يا ست الكل، وربنا برنسيس. انت تاني شوقي بيمثل. والنعمة يا اخويا انا مكسوفاك كل ليله تيجي شايل ومحمل وتروح يا عين امك ايد ورا وايد قدام. انت ما بتزهقش؟ انت حاسه بيا اهو. طب هقولها لك تاني لان انا مش عارفه انت مشكلتك فين يا اخ، في ودنك ولا في دماغك؟ انا رقصه وبس يا عيني، مش خيشه اللي داخل واللي خارج بيدوس عليها بجزماته. الراجل عايز الود يتصل. وقول له ودك ما فيهاش رصيد، لا عمره هيتصل ولا عمري هستقبل. قلت ايه بقى؟ بالهداوه يا ست الكل. مش كده؟ ما تشيش انا احلى. عينيا كبير. والله اخي انا مش فاهم. اسافر وارجع الاقي البلد حالها بتشقلب بالمنظر ده. انا اللي مش فاهم، انت اللي رجعك؟ ما كنت خليتك يا اخي. على الاقل كنت شدتني معاك. والمصحف هناك زي هنا، يمكن هنا احسن كمان. ليه بقى؟ ماسيك اخوك اهو، قاعد وقلع الدولي. قول لي يا مين انت كلمتوني صحيح ولا ايه؟ برضه عشان اخلص بقى من الحوار ده. اوه يعني انت لو كلمته دلوقتي هتلاقيني نطط في الطياره يعني؟ بعدين اكلمه لك بعدين. كل حاجه بعدين. في ايه يا عم؟ ايه يا مين؟ مش عايز تخدمني ليه؟ يا جدع افهم. اي هاف نو لايف، اي ليف ان دارك هير. دارك؟ انا عارف انت هتغير رايك في يوم وليله. لا طبعا، نو واي يا معلم، نو واي. ايه يا جيبو رايق؟ يا نص، ايه اللي ماشيك في نص الليل كده؟ كنت بجيب حاجات. يا ده احنا مش قلنا مفيش نزول بالليل؟ امال اخلي اختي هي اللي تنزل بالليل ده؟ جدع نص، راجل يلا راجل. طب لما تحب تعوز حاجه بعد كده قول النحله يبعتها لك على البيت. ماشي. طب فكك من الكلام ده وعلمني حركه جديده. يا ده مش لسه معلمك حركه، احفظها الاول. طب انا حفظتها صم. خلاص بعدين بقى عشان دماغي ما تدوش. بكره بكره. ماشي بس بكره خليهم حركتين. يا تبطل لما ده بقى طير. يلا يا ده على البيت. ماشي. يا عمنا بقالك ساعه مقعدني وبتحكي معايا في كلام ملوش عايزه، في ايه؟ من غير لا لف ولا دوران. الموضوع اللي بينك وبين امك ده مش هيبقى له اخر ولا ايه؟ وايه لازمته الكلام اللي بينرفز بقى يا عم ياسين؟ ايه هو ده اتنرفز مني ولا مش القصد؟ بس انت عارف ان انا ما بحبش احكي في الحوار ده. اسمع يا يوسف. اسمع انت يا عم ياسين. الكلام اللي كانت بتضحك بيه عليا وانا عيل صغير ما ينفعش تضحك عليا بيه دلوقتي. انا عايز اعرف ابويا مين؟ ما ينفعش واحد زي الشحط زيي ما يبقاش عارف حاجه زي دي. يا واد الكلام ده اللي انت بتقوله ده ما هيقلالك بدل مره 10 وخلصت من الموال ده. ولا انت تغيب تغيب وترجع تنكش فيه تاني؟ ويا ريت بالادب يا اخي. وبعدين هي بتشتكي لك بتاعين. انا اتكلمت معاها بالهداوه، هي اللي عصبتني لما ردت عليا. عصبتك؟ هيبة يوسف دمك يا ابني. امك سابت الرقص زمان علشان خاطرك يا يوسف اللي بتاكل منه عيش. انا ما بتكلمش يا عم ياسين في انها سابت الشغل وما سابتوش واثرت معايا وما اثرتش. انا حاسس ان انا ابن حرام ماليش اصل، ما اعرفش ابويا مين. ما لو كتب في شهادة الميلاد ده يبقى مين؟ قول لي انت يبقى مين؟ ها؟ قول لي. تعرفه؟ شفته؟ قابلته؟ شفت حد من اهله؟ بلاش. لو كانت متجوزاه فين رسالة الجواز؟ ولو كان مات فين شهادة الوفاة؟ فين أي ورقة تثبت إن أنا ابن حلال؟ ها؟ احنا نضحك على بعض يا عم ياسين، ما احنا اللي فين سوا. ولا أنت ناسي؟ ناسي العيال زمان وأنا في الحركة وبينادوني يقولوا إيه؟ ها؟ نسيت؟ ما نسيتش يا يوسف. بس عايزك تفتكر انت كمان ان انا ياما قلت لك يا ابني ان امك دي اشرف واحده في الدنيا، وان ابوك هو اللي سابك وطفش ومش عارف انه طريق جره وخد معاه كل الورق اللي كان ممكن تخزق بيه عينيك دلوقتي. بعدين يا ابني انا ماليش مصلحه علشان اكدب عليك في حاجه زي كده. انت بقى شيطانك بيلعب بدماغك، مش عايزك تصدق في ده موضوعك. انت حر. فل يا يوسف. يا رمضان جبت الحاجة؟ لا جاي اشمها هوا. انا ناقصك يا خفة يا عم الحاج. الفرق الوحيد بين هناك وهنا ان هناك بتعمل حاجة بتلاقي قصادها حاجة. هو ده اللي انا عايزه، لما اشتغل الاقي نتيجة لشغلي. ابو مقابل الحتة بتاعتك. هو ده الكلام. الله يسهل له. يا اوعى يا انا احلى انا يا كبير. وفي ايه الدوشة اللي جوه دي؟ مش هقول لهم ماتش حريمي انما ملاكمة، ملاكمة جامدة قوي يا كبير. الحريم بص بتقطع في بعض. ايه بقى؟ ايه اللي منزلك متأخر قوي كده؟
الواد نص قال لي انك لسه قاعد على القهوه، فقلت الحقك قبل ما تروح الشغل. افرضي رحت الشغل ولا حتى اجزت، ايه؟ مش ترني لي قبلها؟ قلبي قال لي اني هلحقك، ما تضحكش عليا زيك. قولي لي بقى، قلبك قال لك ايه تاني؟ قال لي بحبك وحشتني، ونفسي انا وانت بقى نتلم في بيت واحد، واحس بحضنك بيحميني. تحس بايه؟ احس بحضنك بيحميني. قولي لي يا بنت، هو انت بتحلوي زياده كده بالليل ولا انت كده طول اليوم؟ انا كده طول اليوم يا اخويا، بس انت بقى اللي مش واخد بالك ومطنشت. انا قليل الادب. لا يا اخويا ما تقولش على نفسك. اسمعي بس، انا قليل الادب. لا يا دي يا بنت افهميني، انا قليل الادب. انا بسيب الرجال، ما حدش في الدنيا دي يمنعني غير البت دي. مين؟ الدنيا كلها عارفه اسمها هنادي. لا ما اسمهاش هنادي، دي اسمها موحه. كركس يا اخويا عشان يقيدوا لي نار السلم ولا حاجه. ايه يا اسطى؟ انا ولع لها في العماره مش في اللمه بس، اهلا بالفنانه اللي مسيطره في المنطقه. جرى ايه يا رايق؟ احنا مش هنخلص من نمرك كل الليله دي يا اخويا ولا ايه؟ لا يا سماح مش هنخلص، الحوار عاجبني ومش هنخلص، وعلاء الحرام من ديني ما انت نازله من باب البيت تاني. وانت مالكش حلفانات عليا يا عناي؟ ده من امتى ان شاء الله؟ من هنا وطالع. وبعدين انت مالك محموق كده ليه؟ انت مالكش حاجه عندي، لا انت اخويا ولا خطيبي ولا جوزي. ما تظبط يا بنت. مالك 100 مره يا رايق، مالكش حلفانات عليا يا اخويا. هو في ايه؟ سيبك منه، ده فيلم كل يوم. ها ايه رايك في الحته؟ الماني معتبر. عيب عليك يا عم يوسف، ده انت حبيبي، هجيب لك حاجه شمال برضه. طب الحته دي تخصني، بهارها كام؟ بص هي تمنها كف. كف كتير، انا هديك 3.5. تمام؟ تمام، انت حبيبي برضه. خد ادبر لك الفلوس واكلمك، اتكل على الله دلوقتي. ترى ايه يا رايق؟ ترى ايه يا رايق وانت كل شويه يا حبيبي؟ تتفرج علينا بخليق ربنا عيب كده يا واد. خش جوه يا عمتي. البت دي لازم تتربى. ايوه دي بنت كلب ولازم تتربى. انا متربيه كويس يا رايق وانت عارف. يبقى انا اقصر بقى ولا هربيكي؟ تعالي بقى. حبيبي حبيبي يا اختي. يا رايق يا رايق، ما تستهدف الله يا جدع. انا قلت لك تطلعي موحه البت ولا تتربى يا اختي. وريني اخك ايه يا رايق؟ اخر انت هتشوفي دلوقتي بقى. انا هوريكي. تعالي يلا جيجي خدها على فوق. يلا 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 ما كان مسافر ومريحني، انا عارفه ايه اللي رجعه، رجع عشان ينكد عليا ويقرفني. منك لله يا رايق. طب يا بنت ما تعرفيش تردي شويه بدري من شغلك، يعني على الساعه 7 كده كويس. 7 ايه ياما وانا بهز في مستوصف؟ اشحال كنت بنت كار وعارفه. كار كار ايه يا اختي؟ هو الكار بقى كار؟ ده الكار باظ. الكار زمان كان محترم، الهزه بحساب والطبله بحساب والزمره بزماره. هو الكار دلوقتي جايب همه يا بنت. ما تجيبي كده من الاخر يا بنت وتخلصي. هو ايه الاخر ده يا جيجي؟ الاخر يا خالتي اللي كلنا عارفينه، البت موحه بتكيد للراي وعينها هتطلى عليه. لازمتها ايه الهوليه اللي بتعمليها كل يوم دي؟ ولا هو يعني عيني فيه واخيه عليه؟ الله، تحب اكلمه لك انا يا بنت؟ ايوه كلمه لها يا جيجي. اسكتي يا امه، والنعمه الشريفه لو عملت كده يا جيجي ما اكون عارفاكي تاني. خلاص. وبعدين ما حدش فيكم فاهم اللي في دماغي، انا الكار ده كله واخداها سلم. يرزق الهجع والناجع والنايم على صرصور ودنه. سلمه لايه يا ام العتب؟ ما ترسينا يا بنت. للسيما يا روح ام. سيما سيما يا سيما يا ام سيما يا سيما. ام سيما وانا يعني اقل من غادة عبد الرازق ولا سمية الخشاب؟ للدم يديك يا بنت. سيبيها على هواها، حدد لها ما يجي على قفاها. طب والله يا جيجي ده انا زمان كنت فرس رماح. ايوه يا بيت والله كنت مشرعه ومفرعه وطول الباب ده هو، والوسط كده هو، ودول ما شاء الله كده هو، ودول ما شاء الله كنت تحط فنجان القهوه عليهم بوش والله ما يتهز. ولا سمانه الرجل كانت كده هو، ولا شرعه العين لما كنت اضرب الكحله فيهم كده اهو واشرع بعيني كده اهو، كانت الناس تبقى هتتهبل عليا وتقولي لي غدا الخشاب وسميه عبد الرازق بلا نيله يا اختي عليكي وعليهم من بدري. امك حافظاها كلها. انتوا عارفين يا جدعان الراجل اللي احنا طلعنا عليه امبارح ده يبقى مين؟ معروف شريف الغمراوي اللي مرشح نفسه في الانتخابات. انتخابات؟ بقى ده مرشح نفسه للانتخابات؟ ما تعرفش يا معلم ولا ايه؟ ثورة مستمرة. ثورة مستمرة؟ ثورة مستمرة. ايه اللي يخلي الجنرال يطلعنا احنا في عملية زي دي؟ هي كيمياء.
ما عارف ان انا رجعت طبعا. ايه انت هتعيش في الدور ولا ايه؟ ايه ده يا عم؟ قول له لحسن يكون فاكر نفسه وزير الاجرام ولا حاجه. خلاص بقى انت تسيح لي، ما كان لازم اهرب. ما العمليه كانت راحت هتفوق علينا كلنا يا يوسف. ايه قدر ولطف يا ميمي، حوار وعدى. ماشي. الواد ده كان بيغلفط على ناس تقيله قوي وبيحكي في حوارات على المتغطي، بس هو عارف يا لطشه في مين. الناس دي بيصرعوا عندي في الشغل كل يوم، بسمعهم بيقولوا نفس الكلام. فمن الاخر الناس زهقت، حبوا يظبطوه ويسكتوه بس. يعني شايف هذا المخ المتاسس؟ هو جاب لك من الاخر. قول له يا ابني ادي ميزه بقى ان واحد مثقف زي يقعد مع جهله زيكم. شفت بقى الكلمتين بتوعك هتخليه يتنطط علينا هو كمان. بقول لكم ايه، انا ماليش فيه رئيس وزراء رئيس جمهوريه. احنا هناخد الرشنات بتاعتنا مش جنرال، والعربيه ناخدها نفكها وتبقى اوديت. Este cuadro es genial. Se me pinta original. Entonces voy a coger uno. Gracias. De nada. يوسف. مومنتو. سي هومبل سي. بتعمل ايه هنا؟ انت ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ زي ما انت شايف مطحون في الشغل. يا سلام، مش قادر تفضل دقيقة تطمني فيها عليك؟ لا. طب بقول لك ايه؟ ما تاخد اجازة من الشغل يومين تستريح. أنا طالعة شرم مع جروب. تعال نطلع مع بعض زي زمان. بقول لك مش فاضي، بشتغل، لا فاضي لسفرك ولا لكلامك، وقلت لك 100 مرة زمان حاجة ودلوقتي حاجة تانية. أنت بتتهرب مني يا يوسف؟ أتهرب منك بتاع إيه؟ هو أنا مديونك بفلوس؟ أنت بتكلمني كده ليه؟ عشان ده مكان شغل وأكل عيش مش مكان كلام، فاهمة؟ اتفضلي امشي دلوقتي وأنا لما أخلص هبقى أكلمك. يا ياسين هترسيني في إيه؟ الجنرال طلب يقابلني ليه؟ ما هو لو كان قال لي أكيد ما كانش طلب إنه يقابلك. بس حاجة غريبة أوي. كل مرة الاتفاق بيكون معاك أنت، اشمعنى يعني المرة دي؟ بعدين الجنرال أنا ما شفتوش غير مرتين في حياتي. ما ترسيني يا سن على الحوار، فهمني. قول لي إحنا زعلنا الجنرال في حاجة لا سمح الله. زعلته؟ قول يا ديبو، أنت اشتغلت مع الجنرال قد إيه؟ كتير، على قدك. وخلصت البني آدمين لحسابه قد إيه؟ يعني شوية. شوف بقى، كل اللي عملته انت واصحابك ده، الجنرال عنده ناس ممكن تعمله معاك ولو فكرته حتى مجرد ما تزعل. زعل مين؟ احنا برضه مزعل الجنرال. احنا عمرنا ما نفكر في حاجه زي كده، لا انا ولا الناس حتى اللي معايا. انا بس مستغرب. مستغرب انه طلب يقابلني. ما تستعجلش، هتفهم. انت ما تقول يا سيدي انت شغال معايا وممكن ترسيني على الحوار. انت فاهم غلط. انا مش شغال معاه. أنا شغال عنده. كملي يا حاج أنا معاكي. ومن ليلتها يا أخويا قرينا الفاتحة وخدوا الشبكة وعن ابتدوا بقى يشتغلوا في اللزقة. وبعدين قال إيه؟ قال عايز أتلزق بالسيراميك بتاع الحمام والمطبخ على الأرض. قال ليه؟ قال بيعمل لها حساسية وبيدوخها. بيدوخها؟ آه. هي حبلة ولا إيه؟ حبلة إيه يا أخويا؟ بقول لك خطيبة حمادة أبني. آه لا مؤاخذة عم حمادة معلش. طب طلباتك حاجة؟ هو دلوقتي الواد نفسيته تعبانة منها وقافل منها على الأقل، وهم لو عرفوا الكلام ده هيدوسوا على الشبكة. لا حمادة اوعى نفسيتك تقفل، أنا هخلص لك الليلة دي. طب الشبكة دي بكام حاجة؟ ب4000 يا أخويا. هنقول 5000، أنا بقى لي فين ونص. ليه يا أخويا؟ ليه يا حاجة؟ ده حمادة اللي ملص، وطالما حمادة ملص يبقى الشبكة من حقهم، ولا أنا بتكلم في الغلط؟ أنت بتتكلمي في ميت. إيه رأيك بقى نصحي نص ونعمل له أسبوع ولا نقرا عليه فتحة؟ لا يا ريت نعمل له أسبوع يا أخويا. يبقى كمان أسبوع تعدي عليا وأنا جاهز لكل حاجة. الأول بس اكتبي لي عنوان البنت دي وأبوها شغال إيه. أنا مجهزه لك كل حاجة في الورقة دي. ماشي يا حاج. ماشي يا أخويا، فوتك بعد. الله يعافيك، سلامة يا حمادة. الله عليك يا رايق يا حلال المشاكل. بس لو كنت سمعت كلامي بقى فتحت لك مكتب محاماه، مش كان احسن من بدل قعده القهوه والقرف اللي احنا فيه ده؟ محاماه يا بجل؟ ما كل المحامين قاعدين في البيت مش لاقيني شغل ولا اي حاجه خالص. انا اهو قضيته مضمونه ومكسبها دلوقتي على طول. سلام عليك يا رايق، كل يوم بتعلم منك حاجه، كل يوم. حاجة انا قلت حاجه يا بجل، روح اقعد اعمل لي حاجه. يلا ماشي يا رايق. يا رايق يا رايق يا رايق يا رايق، شفت عملت ايه النهارده في اولاد المدرسه؟ عملت ايه؟ ظبطتهم الحركه اللي علمتهاني. ازاي؟ اخدت واحد بالنص واديت التانيه كشاف على عينيه. الله عليك، عشان كده قال انا هعلمك حركه جديده. طب يلا يلا اقعد بس اشرب الحجر ده واجي معاك. انا احلى هات له زحله. هنا يا رايق، بس الحجر الاول. ماشي. اهلا يا ديبو، وحشني. ربنا يخلي سعادتك. حلو اللي انت عملته انت واصحابك. احنا في خدمتك يا جنرال.
زمان في المدرسة علمونا إن بوردان صديق الفلاح عشان بيناي الدودة من الأرض وبياكل الحشرات اللي بتضر الزرع. يعني مفيش مرة غابة وعمل أكتر من دوره، عشان كده فضل صديق الفلاح. صح يا باشا صح. دول 20,000 اللي اتفقنا عليهم عشان تعرف ان انا راجل بحترم كلمتي. هو في اي حد قال حاجه غير كده؟ وبعدين دي مش اول شغلانه لينا مع بعض يعني. مد ايدك خد الحقك انت وزمايلك. بعد اذنك يا باشا. عشان تبقى تشتغل صح لازم تعرف دورك بيبتدي فين وينتهي فين، زي ابو ارداد. انا قلت الراجل يتاكد. ما اتفقناش تاخدوا عربيته وتقطعوها وتبيعوها. اللي طلب منا نفذناه بالحرف الواحد، مش حاجه اكتر من كده. غلطه مش كده؟ نفسك تعتذر عشان ترحم نفسك من الالم اللي انت حاسس بيه. غلطه مش هتتكرر تاني. اوعى تفتكر انت وصايا اللي معاك ممكن تحلموا اكتر من اللي هسمح لكم بيه. ها؟ انا اللي عملتكم وانا اللي اقدر احبكم في اي وقت. افتكروا دايما ملفاتكم اللي تحت ايدي. مفهوم صحتك. الفلوس اللي معاك على تمن العربية اللي قطعتوها يبقى حقكم وصلها. مع السلامة. هيا ساعة الباشا. أتمنى يكون عجبك اللي حصل. لا 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 مش هيتكلم لا دلوقتي ولا بعد ما يخش البرلمان. تحت امرك. على السلامه. هو مال امه هو اذا كنا نبيع العربيه ولا ان شاء الله حتى نولع فيها؟ مش عملنا له اللي هو عايزه؟ هو ده اللي حصل. ولازمته ايه بقى ابو الا ويدرع دول؟ بتنطط علينا. يتنطط علينا؟ على حرام من الدين وما كسر لك دماغ دلوقتي ولا يفرق معايا. ايه ده يا عم مين؟ بلاش فتحه الصدر دي. فتحه الصدر دي مش مع اي حد. اللي حصل ده كان غلطه، غلطه كبيره كمان. ليه يا عم؟ هو حد جاب اسمه في حاجه ولا شاور عليه؟ لا. طيب يبقى غلطانين في ايه؟ العمليه دي كان لازم تبان انها قرصه ودن، ما بعتها له خصوصي. ما ده اللي حصل يا دياب. لا مش ده اللي حصل. لما دخلنا على الواد ده وسقطنا عليه بانت انها حركه عيال هجامين، عايزين العربيه مش عايزينه هو. اه. عشان كده بقى الجنرال قرص عليك شويه. انا مش فارق اللي حصل معاه. مش فارق لي خالص. انا فارق لي بس ان انا فهمتها متاخر. يا عم عادي بقى ولا يهمك خلاص. يموت المعلم ولا يتعلم. تحب اروح اعلمك على الواد ده تاني هديه مننا ليه؟ ليه يا عم مني؟ وانا بحكي في ايه؟ هنحكي في المحكي. خلاص. روق اديب. انا هقوم. عايز اروح الشغل، ده يومين ما رحتش. ماشي. سلام. سلام. هو متضايق قوي. مين في كراية؟ في ايه؟ يلا هاتوه. هاتوه ايه؟ يلا ايه يا عم؟ يلا يا عم اللي في ايه؟ يلا ماشي نبدأ. طب فين طيب؟ يا عم ماشي. يا عم ماشي معاك. ايه يا زنجيرة؟ قومنا يا باشا. احنا هنقضي الليلة كلها هنا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انا لا بشمر اكمام ولا بفك ساعات. فلخص كده وهات معايا من الاخر. مين بقى قال اللي كسر محل الراجل اللي ولع فيه؟ انا قلت لك يا باشا تلاقيهم بلطجية ولا شوية عيال ولاد حرام سعادتك يعني. وانت ايه بروح امك؟ احمد زويلي؟ افتح بقك يالا افتح. الاحة يا باشا والله وشربك الاحة. الاحة ولا بلاحة؟ في حد يبلع موس يا باشا؟ يا سلام. يعني ما بتلفهاش في كرة صوف وتبلعها؟ عمري يا باشا عمري. صوت فتحي يا صوت فتحي. تمام يا فندم. ما برابسه اللي ودك ينزل كل اللي ببطنه وتحرزهولي. حاضر يا باشا تحت امرك. يلا يلا يلا. تمام يا فندم. الفول هيثم بيه. يا اهل يا رايق. هما مسكوه ليه؟ لا يكونوا لقيوا معاه حشيش وبنك. مفيش الكلام ده خالص يا خالتي. تلاقيهم بس عايزين يسالوا سؤالين وبعدين هيرجعوه تاني. خلاص يبقى رجلنا على رجلك يا يوسف. رجلنا على رجلك فين يا سماح؟ انت اتجننتي واحنا قاعدين نسوم بتروحي سم. يا اخويا انا بس عايزه اطمن وامي كمان عايزه تطمن. ايوه انا عايزه اطمن. يكونوا هيبيتوه؟ يبيتوه فين كمان؟ هي لوكاندا. انا هروح اشوف ايه الحكايه واقول لكم اول باول اللي بيحصل. يلا طمنا يا اخويا. ماشي. ايه يا عم؟ ده ما كانش عيش وملح بقى اللي اكلناه لك هنا. ده حتى العشره ما تهونش على اللبن الحرام. معلش بقى يا باشا. اللي حصل حصل. تبقى لسه زعلان. بس انت عارف يا رايق ان العمليه اياها عادل بيه هو اللي ارتمها معاك وهو اللي خلي بيك مش انا. صح يا باشا مش انت. طب امرني.
زي ما تقول كده رايه مطلوب مني كميه سلاح ومش اي سلاح، السلاح الميري اللي اتسحب من الاقسام ولازم يا سيدي اسلمه في 48 ساعه. وانت شكلك كده هتساعدني. والله يا باشا كان نفسي اساعدك بس انت عارف ان انا ساعه الثوره ما كنتش موجود، كنت مسافر بره البلد يعني. بعدين انا سامع ان السلاح كله اتلم خلاص. تصدقش ده كلام جرايد، في سلاح كتير ضايع والشوارع مليانه، والبركه فيك بقى انت واصحابك الديبو ويوسف، مش لسه شغالين مع بعض يا رايق؟ يا باشا لسه شغالين مع بعض بس في الخير. هنشوف بقى اذا كان في الخير ولا في حاجه تانية. اسمع يا رايق، انا كل اللي طالبه منك كام حته سلاح مع كام عيل من عندكم. بسيطه بسيطه. بس هو حد قال لك عليا يا باشا ان انا مرشد ولا حاجه؟ يا اما كده يا اما هنزل بنفسي الم السلاح، وساعتها بقى في عيال كتير هتتلم. لو على ايه؟ هتنزل وتتعب نفسك؟ بس اقدر يعني العيال دي جات لك لحد هنا وما رجعتش. عيب، انا مش زي اي حد. ماشي يا باشا، عشان انت مش زي اي حد انا جايبهم لك لحد هنا بالسلاح. بس اوعى تنسى احنا كمان مش زي اي حد، ومفيش حد من عندنا هيشيل قواضي. ماشي؟ بلاش دي، انا اتصرف لها في اي عيل يشيلها يا عم، وبكفايه الواجب اللي هتعمله معانا. طب عد بقى الجمايل. هنعد يا رايق. ماشي يا باشا، نازلك يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام. بسمع السرينه بتاعتهم دي ولا مدرك ايه، جدتي بتتلبش وبحس كده كاني بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر. زي امبارح لما قبضوا على صلاح اخويا. صلاح ايه ياما دلوقت؟ خدوه يا حبه عينوه 3-4 ايام وما حدش يعرف عنه حاجه، لولا ابويا هو اللي قوم له محامي زيع ومتصيط وعقر، هو اللي طلعه منها زي الشعره من العجينه. والله الولية دي ايه اللي جابها عندنا؟ العمر الطويل لك يا زوزة. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف ما بيردش عليا، يبقى اكيد في حاجة. حاجة دي يا بنت ما ترسي كده، هي من امتى الداخلية كانت بتيجي تاخد رجالة من عندنا؟ يقوم لما يشطحوا ينطحوا ياخدوا الرايق؟ مش ممكن طبعا. امال ما بيردش ليه يا خالتي؟ امال ما بيردش ليه يا خالتي؟ والله وانكشفتي وانفضحتي يا سماح. هو ايه اصله ده؟ كل الحكايه يعني ان انا خايفه على الراجل يكون اتاخد ظلومه، والظلم وحش برضه. ما هو الحب اوحش يا حبيبتي ولا ايه يا زوزه؟ يا خرابي يا لهوي، بتضحكي يا وليه واخويا مقبوض عليه؟ يا خرابي بتضحكي يا وليه؟ الوليه ده اهي هي اللي كانت متجوزاه قبل كده وجايه عشان تضايق ويا لهوي. أظن أنت اتكلمت كذا مرة وأنا ما ردتش عليك، فده يدل على حاجة واحدة بس، إنه لا الظرف ولا الوقت مناسب إن أنا أرد على حضرتك. وقت إيه وظرف إيه يا مدام؟ ما تكونيش فاكرة إن أنا بتصل أحب فيكي وأقول لك نرجع لبعض. أنا مش هحرق دمي مع واحد زيك يا سعيد. عايز إيه؟ يعني أكون عايز إيه يعني؟ عايز أكلم رامي، ابني، ولا عندك مانع إن شاء الله؟ عشان أأكد لك إنك مش بس زوج فاشل، أنت أب فاشل كمان. أنت عارف الساعة كام دلوقتي يا بني آدم؟ الساعة 3 الصبح، يعني ابنك نايم بقاله أكتر من 5 ساعات. هو مش رامي عنده إجازة بكرة ولا إيه؟ الله، مش شغلك. بنت ما تزعقيش أنت بصوتك دوت اللي فكرني بأيامك الزفت. أيامي أنا الفقر يا واطي. أيام أنا. وماله؟ حسابي يجمع يا حلوة. أنت بتهددني؟ بتهددني يا بتاع أنت؟ أنت ناسي كنت إيه ولا إيه يا سعيد؟ ناسي كنت إيه وأنا وبابي عملنا منك إيه؟ أنت كنت حتة مرمطون بتقف قدام البازارات بتاعتنا بنمسح فيك جزامنا. وابوك كان ايه يا حبيبتي ان شاء الله؟ مش كان مرمطون برضو عند الخواجه ولا نسيتي اصلك؟ ايه؟ سكت يعني؟ ما علينا، انا بس بكلمك عشان اقول لك اني هاجي اخد رامي كمان يومين، يجي يقعد معايا في السخنه. عايز اشوف القريه عندي بقت عامله ازاي دلوقتي. انت بتحلم يا سعيد. انت حبيبي مالكش غير الساعتين اللي المحكمه اديتهم لك. اكتر من كده انسى. بتزعلي من اماني وانا في التليفون. معلش يا حبيبي انا صوتي كان عالي شويه، اصل في واحد كان بيعاكسني في التليفون وانا قلت له يحترم نفسه، عشان لو ما احترمش نفسه معايا راجل في البيت هيمسكه ويعلمه الادب. مش انت الراجل بتاعي برضو؟ صح. يا روحي انت يا روحي. انت ناوي بقى تتطوع في الحوار ده يا ميمي؟ بس ده مزاجنا مش بحاجه تانيه. ولا هيثم دوت غدار يا رايق. لو تفتكر العمل اللي عملها في ولاد الطحاوي. لا وايه؟ كان لسه مستجد على الاسم بتاعنا. فاكر؟ اديك قلتها على ياسين. فاكر يعني كان زمان. لما كان لسه ظابط مستجد في الاسم والداخليه شد السلخ علينا. لكن بقى كل سنه طيب. دلوقتي الدنيا اتشقلبت حالها. واللي كان فوق في يوم من الايام دلوقتي دماغه بقت لتحت. وسام ياسين بيتكلم في الصح برضه. حرس ولا تخون؟ بص يا نجمه،
اللي زي هيثم ده اصله شبطه، لو ما خدش اللي هو عايزه هيشتغل لنا في النزهه، يقعد ينبح علينا في رايحه ولا جايه واحنا مش ناقصين، احنا ورانا مصالح. فعلى ايه يا صاحبي؟ ارمي له حته عظمه يتلاقي فيها ويريح دماغنا. ولا انا بتكلم في الغلط يا عم ياسين؟ ربنا يستر يا رايق، اتكل على الله انا بقى هحلم شويه. ماشي يا عم الدنيا تعبناك معانا. عيب يا وسخ ما تقولش كده. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. سلام يا ابو حجاج. لا اتكل انت على الله، انا قاعد شويه. سلام. سلام يا وليد. وعنها يا بنتي وراحت ماسكه في زماره رقبتي وعينك ما تشوف الا النور، واطلعي بره يا بنت الكلب، ايديها عامله زي المرزبه زي المفتاح الانجليزي، حتى من ساعتها وزوري مجروحه اهو. غلبانه والله الست دي ياما. يا كبدي عليها، بس ساعات تلاقيها كده قاعده بتتكلم وبتساير واعيه اللي بنقوله، وساعات بسم الله الرحمن الرحيم يحضروا عليها وما تعرفيش تكلميها. هما مين دول اللي يحضروا ياما؟ خالتي زوزة عيانه عندها زهايمر. زهايمر؟ هو ايه زهايمر ده يا بنت؟ زهايمر ياما يعني بعيد عنك كده فقد اللي بيحصل حواليها، يعني تلاقيها فاكره اللي حصل زمان كانه حصل دلوقتي، واللي يحصل امبارح تنساه كانه ما حصلش. علشان كده على طول جايبه في سيره صلاح اخوها. هتلاقيها كده على طول عايشه بتحكي في بتوع زمان وخلاص. بس ده مش عاجبني خالص، ممكن تشوفي حاجه من التشكيله اللي في الفاترينا اللي هناك دي؟ انا التشكيله في ايه يا فندم؟ التشكيله اللي هناك عندك دي. انهي واحده؟ معلش لا مؤاخذه مش واخد بالي يعني. اقول لك خلاص خلاص انا ممكن اشوف الصوره دي. ماشي اتفضلي. بس مالها خفيفه قوي كده ليه؟ دي خفيفه. مش عارفه ممكن تشوفي دي. لا 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 مش عارفه والله، بس يعني فاكر يا فاروق الزبون اللي قفشناه بيسرق السنه اللي فاتت؟ فاكر. فاكر عملنا فيه ايه؟ وديناه الاسم. لا 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 افتكر كده قبل ما يروح الاسم عملنا ايه هنا في ايه في المحل. يا نهار ابيض يا جيجي، ده كان علقه ما خدهاش حمار في مطلع. مش كده ولا ايه؟ ايوه. في ايه؟ انت بتمسكي شنطتي ليه؟ عايزه ايه؟ ما خدتش حاجه. ما خدتش حاجه؟ انت متاكده؟ امال ده ايه يا رحمه؟ يا نهار ابوك يا اسود، انا هتصل بالبوليس. استنى يا فاروق تمام على حاجتك الاول. شوفش وشك هنا تاني. هور ايه اللي عملتيه ده يا جيجي؟ محدش عارف ظروف الناس ايه يا فاروق. مش يمكن البت دي تكون بتجري على اخ صغير وام غلبانه؟ ولا يكون ابوها راجل جاحد ما بتشوفش وشه غير كل شهرين؟ دي اتعلمت الدرس، مش احسن ما نضيع مستقبلها وتخش السجن. هو هنا بقى التكيه اللي يخش يعبي. خلاص يا فاروق حصل خير. السلام عليكم. عليكم السلام. انا ماشيه، انت عارف حالك؟ سلامتك. مش انا قلت لك ما تبقاش تنزلي مخصوص؟ بفك عن نفسي شويه، وكمان ما بحبش اشوفك تنزلي لوحدك. ايه مش دي مدام فادي عيداكي جوه. حاضر. اوكي. بص فتحي، دي تالت مرة تفر في الورق، طب دور على حاجة جواه. أنت شايف يا رأي الأرض دي بتاعت مين؟ بتاعت فوزي الغنام، وأنت فاهم طبعًا مين هو فوزي الغنام. مكتب الكسب بينكش وراه بإبرة، وأنت جاي دلوقتي عايز موافقتها؟ طب ده وقته، ده وقته يا رأي. أولًا الأرض دي مش بتاعت الغنام لوحده، دي بتاعت شركة مساهمة، هو ليه 20% بس. ثانيًا بقى مكتب الكسب ده ملوش حاجة عندنا طالما ما صدرتش امر بالتحفظ على الاموال. ثالثا بقى والاهم، انت مش جاهد بحث ولا تحري عشان تقلق من حاجه. الورق قدامك ده سليم، محتاجين امضاءات بس عشان نكمل الورق، ولا انت شايف حاجه غير كده؟ خلاص احنا ان شاء الله عشان خاطرك من بكره هنسعى نجيب الموافقات دي، وربنا يستر. وانا عينيا ليك يا سكره. جهز لي 600. كتير يا عم الحاج، السيولة اللي مع الناس عايزين يرموا بيه أساس عشان يبقوا فتحوا بطن عيان وخلصنا منه. إياكش يموت العيان. أرض ب 30 مليون مستكتر نسبة 2%. أكيد يا راي أنت جاي تهزر. يا راجل يا طيب، ده أنا سادد عنك 100 إيد وبق وهسلمك على مية بيضة. هسلمك على الجاهز. يا عم خلاص خلاص، هعمل لك إيه؟ ما أنت كل مرة تاكلني وتضحك عليا. طب أقول لك إيه؟ اسمع. ايه رايك بقى تديني شقه
في كل دور على الاربع عمايل، ماشي؟ طب ايه رايك انت بقى؟ هتاخد دورين مقفولين في عماره واحده. اهو دور اتكتب باسم المدام ودور اتكتب باسم العيال، ويبقى شغالين في السليم. حلو الكلام. This is a papyrus plant and as you can see it turns into paper but we have to get all the water out of it. So we put it like this and we use the hammer to bring out all the water and this is not for pizza here. We use it for the plant. As you can see all... Oh, sorry, excuse me. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش قلت لك 100 مرة ان ده مكان شغل. ما انت مش راضي ترد على تليفوناتي. وانا عايزه اقولك على حاجه مهمه. اخلصي، في ايه؟ يوسف انا حامل. صباح الخير يا فندم. صباح النور. الناس كلها بتتكلم عن انجازات سيادتك يا فندم. سمعتهم بنفسك؟ طبعا يا فندم. بس اللي يهمني انت لسه ما سمعتوش. اعرفه يا فندم، اعرفه وابلغ سيادتك بيه على طول. عندنا ايه النهارده؟ الميتنج مع وكلاء الوزاره بعد ساعه، بعد كده لازم اتحرك على المطار عشان مقاوس الوزير الالماني هيوصل القاهره خلال ساعتين. مفيش حاجه اسمها لازم. سوري يا فندم، انا زي ما قلت لحضرتك مبعوث الوزير الالماني هيوصل القاهره خلال ساعتين. ده في نفس وقت اجتماع الوزراء. حضرتك هتعتذر على الاجتماع؟ مبعوث الوزراء اي حد من الرسم يروح يستقبله، اما اجتماع الوزاره انا ما اقدرش اعتذر عنه. تحت امرك يا فندم. الساعه 6 في منزل السفير البلجيكي. اعتذر. تحت امرك. في ايه تاني؟ ده ملف مندوب جامعه الدوله اللي سعادتك هتقابليه بكره. دي كل المعلومات اللي قدرنا نجمعها عنه. خالد نواف بقى مندوب الجامعة. مش عايز اعرف حاجة. تحت امرك. ايه يا كبير؟ خد انت، خد انت، خد خد ساتونا بقى. خد طير. كفاره مين؟ تعالى فضل اجيبه، تعالى كله. لا سبقتك يا معلم. يا عم تعالى. يا عم خلاص يا عم، بقول لك ايه؟ هيثم ايه بقى؟ عملها معاك امبارح ولا ايه؟ عمل ايه؟ ما في حد بيعرف يعمل معانا حاجه؟ يا عم الراحه علينا يا عم، عارفين يا عم، عارفين. بقول لك يا ميمي، كنت عايزك في كلمتين كده. قول يا صاحبي. سماح. مالها سماح؟ طجنت معاك في الكلام ولا حاجه؟ لا طجنت ولا اي حاجه خالص، مفيش حاجه. كل الحكايه بس ان انا يعني شايف ان انت تنجز معاها. انجز في ايه؟ مش لما تظبط نفسيه الاول. يا صاحبي في ايه؟ النسوان دماغها طاقة، مش هتبطل ولا هتنجز غير لما انت تنجز معاها. ده بمزاجها يا دياب. بس لو حكمت ورحمت ابويا مليان زول تاني من البيت. هي عملت ايه ما تقول لي؟ ما عملتش حاجة. لا عملت حاجة. يا جدع هنقعد نعيد يا عم في ايه؟ ما عملتش حاجة. ايه تعترفنا يا جدع؟ مفيش حاجة. ايه عايز اتكلم معاك كلمتين بالراحة. حكاية وما فيها انها شغالة معايا وانت عارف. وهناك في بشوات نمرة واحد وحتى لما تروح لوحدها بالليل. معلش انا مطمن عليها. مفيش أمانة يا صاحبي. يا دياب. مفيش حاجة. لو في حاجة رسيني. يوه عيب عليك يا جدع انت، مفيش حاجة والله. سندوتش جبنة. يا عم كتر لها لف كله. يا سلام. رومي. ماشي. جرجير. جرجير. ها. صباح الفل. صباح العسل. أمك أنا بعمل لك سندوتشات. ها نحلة. أيوة كبير عينيا. خلي بالك عبر ماجد. أنا قلت البت دي مش هتشتغل يعني مش هتشتغل، وهشوف بقى كلمتها تمشي في أم البيت ده ولا مش هتمشي. هتمشي في أم البيت وأبو البيت يا حبيبي هتمشي؟ هتمشي على نفسه ياما مش عليا. أوعى تكون فاكرني الصبي بتاعك هتقول له يعمل إيه في الطلعة والجاية. لا يا حبيبي، فوق لنفسك وفوق من اللي بتشربه. أنت مالكش حاجة عندي. أنت بتعلق عليا صوتك يا بنت. يا لهوي يا واد يا ميمي. عايز تمشي على حل شعرك يا بنت؟ فاكراني بقرون ولا إيه؟ أيوة يا بنت إحنا ما إحناش بقرون. ما عادش ولا كان اللي يقول عليك كده يا حبيبي. أنت بتسخنيه ياما وهو بيضربني بتسخنيه؟ ده باين إنه مخه اتلحس. كبرت يا بنت وبتعلي صوتك عليا؟ أي إيدي. بقى أي إيدي. طب يا أختي.
خلصتي ولا لسه؟ انا لازم اسلم الحاجات دي الليل. شغاله اهو، بس بقول لك ايه، دي اخر مره اشتغل في السكه الشمال دي. ليه بقى ان شاء الله؟ ما اللي فات كله عدى ولا اي حاجه حصلت، هتقفلها في وشنا ليه بقى؟ ربنا حليم ستار، ما بتعش من اول مره. واديك قلتي اللي فات كله عدى، يبقى ما نطمعش بقى. مين فينا الطماع؟ يعني انت مش عايز فلوس تاني؟ نفسي افهم سبب واحد لخوفك. الكلام ده لو كنا بنحط البضاعه المضروبه هنا في المحل، لكن احنا لا بنحطها هنا ولا انت حتى عارف انا بسربها فين. ولا عايز اعرف، خلينا انا بعيد. اه ماشي يا عم البعيد، اخلص بقى عشان انا مستعجله. اديني شغاله اهو، بس فلوسهم تحضر بكره. لو المقدس جه جرد وما لقاش لا ذهب ولا فلوس هيزنوني في كلامه وهيقرب كل حاجه. ماشي بس اخلص عشان انا مستعجله ولازم اودي الحاجات الليله. شغاله اهو. والمقدس سيبه عليا. يوسف قبل اي حاجه كل سنه وانت طيب. ودي بمناسبة ايه بقى؟ زي النهاردة من سنة كان أول يوم اتقابلنا، فاكر؟ يوسف أنا عارفة إن أنت متضايق مني عشان بكلمك كتير وبجيلك وكده، بس أنت بتتهرب مني. والله العظيم حاولت أعيش بعيد عنك بس ما عرفتش. فشلت في كل حاجة حاولت أعملها من غيرك، بس والله العظيم ما قدرت. أنت صعبت عليا كل حاجة من غيرك. بس لما عرفت ان انا حامل منك اتاكدت ان خلاص نصيبنا لازم نكون مع بعض. حامل من مين؟ منك انت طبعا، هيكون من مين يعني؟ اسمعي يا شاطره، لو عايزه قرشين لزوم عمليه تستر بيهم نفسك ماشي، لو عايزه دكتور ابن حلال بيداري على الولايه ادلك على برج اطباء، انما تيجي تشيليني الليله لا ما ياكلش. ايه اللي انت بتقوله ده؟ زي ما سمعتي كده، مش عشان يوسف طيب وظريف ولطيف وصدره حنين يبقى شايله. انا ما بحسبش على مشاريب ما شربتهاش، فاهمه؟ لا انا رايي تقعد النهارده في البيت تتفرج على الاعاده دي، مهمه جدا، اهم من الماتش. اوه جمهوره دافد، خلي بقى الاهلي ينفع. طيب لما اشوف. ماشي ماشي يا اسطى. في ايه يا ماما؟ مالك في ايه؟ الواد هيروح مين؟ جيت كشفت له، الدكتور كتب لي ورقه قد كده، بحسبه يا بنتي هيجيبها لي من عندكم، قال لي هاتها له من بره. وانا ما معيش فلوس وجوزي في الشغل ومش عارفه اعمل ايه. فين الروشتة؟ هتصرفها لي من عندكم. مالكيش دعوه، بس هاتي الروشتة. ايه وما معيش الا هم دول ورحمه ابويا، ما معايا غير. خليهم معاكي، فطري بيهم الوقت، ان شاء الله هيخفوا وهيبقى كويس وهيقوم لك بالسلامه. الهي يطعمك ما يحرمك. خليكي هنا استنيني، ما تتحركيش هرجع لك. يحفظك قادر يا كريم، يحفظك لشبابك يا بنتي يا رب. بسم الله ما شاء الله، الفول زي الزبده. واد يا نحل، عايزه ايه يا ست زوز؟ ما تشهي ايدك شويه يا واد، الناس زمانهم جايين. ابوس ايدك كفايه تقطيع بصل والمصحف، انا احول من كتر البصل. الله على جمالك يا نحله وانت احول. الله 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 يا سونا الله، اللمه حلوه يا وليه. ربنا ما يقطع لنا عاده ابدا يا زوز يا اختي. ان شاء الله يا رب، بس ما ناقصناش في القعده دي غير صلاح اخويا. ودي يا نحل. انا يا ست زوز، ما تروح تنده لصلاح اخويا وتستعجل. حالا حالا يا ست زوز. حالا انت رايح فين؟ رايح فين اقعد؟ يا عمتي مصحف صلاح مات من زمان. مات بس انت مات امتى يا ولد؟ هتتفاجئي. ايه يا ميم مزعل زوز ليه يا اخي؟ في ايه؟ انت مش شايفها؟ جه النهارده شاديه في معبود الجماهير. حق الواد ده احذره بايخ قوي ولسانه طول عمره كده متبري منه والله. معلش هقول لك يا ميمي، هروح اجيب سجاير، عايز حاجه؟ هات لي فوار فروتي بتاع الحمود. طيب وعند صلاح بالمره برضه. ها ماشي، عندها لك صلاح اهو. اهو يا سماح، مش تودي امك الدكتور ولا هتسيبها في حاله التوهان دي؟ ونعمه يا اخويا قلت لها 100 مره هي اللي ما هياش راضي. ولا انت مش فاضيه لها والشغل واخد كل وقتك؟ وايش دخل الشغل دلوقتي يا دين؟ ولا انت يا اخويا عايز تفتح الموضوع وخلاص؟ بص يا سماح، انا بعمل زي اختي شماء بالظبط، واللي ما رضاوش على اختي ما رضاوش عليك. بقول لك ايه يا ديب، لو كان يا اخويا الرايق هو اللي بعتك روح وقول له سماح بتقول لك. اسمعي بقى وكفايه تطبيق في الكلام، بلاش دماغك الناشفه دي، انا اللي جاي لك من نفسي. يا ريت الشغل ده ما تروحوش تاني، انا شايل عنك هناك لبط كتير وانا مش هقف لك على طول. اهدي يا بنت الناس. ولو بطلناها يا ديب تفتكر الرايق
لا عمره هيحن ولا هيعبر اللي جابه. ما انت برضه ما بطلتيش، لا هيحن ولا هيعبر. في يا سماح؟ من واحنا عارف صغاره في الحاره هنا واحنا عارفين مين كاتبك على اسمه. ما تهدي وصلي على النبي. اقول لك على حاجه، اللي بتعمليه ده هيطفشه منك. يا باب ناقص يا اخويا، وانا كمان في دماغي حاجات يا اللي في دماغك يا بنت على الصبح. دماغك ما تروحش لبعيد يا روحامي. صباح الخير يا موح. صباح الخير. وفي ايه؟ هو كلكم دماغكم طاقه ولا ايه؟ اختي وبكلمها في حاجه في الشغل، مالك؟ ماشي يا زيب، وصباحك فل. وحشتيني يا بنت. انت كمان. طب اقول لك ايه؟ طبق الفول بتاعي زيت الحار يبقى كتير. ها؟ حار. يلا. طبعا يا خالتي عنك. ابو يوسف تسلمي يا حبيبتي، ربنا يعدلها لك يا جيجي يا رب يا بنت امان. يا رب من بقك يا رب. صباح الفل يا جيجي. صباح الفل يا يوسف. ازيك؟ المسقعه وصلت. عايزاكم بقى تدوقوا المسقعه صنعت ايديا وتقولوا رايكم ايه. تسلم ايديكي يا جيحه، ده لو على ريحتها بس تبقى تجنن ولا ايه يا زوزه؟ المنطقه كلها عارفه ابو يوسف المسقعه بتاعتك بينج بينج. بتاعت البينج وصلت اهي، هي تحفه. اكيد بتتكلموا على مسقعه خالتي تيحه دي زي السكر. الله يكبر بخاطرك يا رب يا شيماء ويرزقك بابن الحلال. بنت يا شحن روحي البيت هاتي اللي قلت لك عليه. يلا يلا يا امال، يلا يا اختي نروح نجيب الطعميه. يلا قومي. يلا. ازيك يا ياسين؟ ازيك يا عم ياسين؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا عامل ايه يا حبيبي؟ كيفك اخبارك؟ انا جايبالك شويه دهب بقى النمائيه لوز. لا ملوش لزوم الاستعجال، السوق رايح اول يومين دول، لا في بيع ولا شراء. وليه وقف الحال ده بقى الله؟ انا بقول لك نوقف خالص، بقول لك نريح حبه بس، وبعدين خلي الواد اللي عندك يتك على الختم شويه، البضاعه الاخرانيه كلها كان شكلها شمال. ماشي، هما يعني اصلا الاجانب بيفهموا الحاجات دي؟ اه يا اختي بيفهموا احسن مني ومنك، وعينيهم بقت مفتحه قد كده، والبضاعه المعفنه بتاعتك اللي انت بتجيبيها لي دي بقت بتخليني ادور على الزبون العبيط. ماشي بس ما تقولش معفنه، خلاص انا هقول للواد يتك شويه على الدمغ. بس انا بقول لك ايه؟ عايزين نرفع الفاتوره شويه كده لحسن الذهب في الطعام. دهب ايه يا جيجي؟ ده احنا دافنينه سوا، هو ده ذهب؟ يا بنت قطعيها عليك، مش كفايه؟ ازيك يا دكتوره؟ دكتوره ايه بس؟ مش قوي كده، بس حلوه مني. واجدع من 100 دكتوره كمان، ده انت ملاك الرحمه يا شيماء. والنعمه من كتر العيا والعيانين اللي بشوفهم في المستشفى حقتهم يسموها ملاك الزحمه. ربنا يشفي العيانين. يا رب. انت عارفه شيماء وانا في الجيش زمان رجلي اتكسرت. رحت اجبسها، جبست لي رجلي بقى ممرضه ايه؟ خواجايه، شعر اصفر وعينين خضره، جو تاني ما غير الحاجات اللي بنشوفها هنا دي، بنت فله. وراحت فين دي؟ اكيد اتجوزت واد بعينين خضره وشعر اصفر، واد فله، مش بيقول لك البنت فله؟ اهدى على نفسك. ما تهدى انت شويه على البنت بقى، وتنوي على الخير. عايزين نفرح بيكوا. ربنا يسهل بقى. هيسهل ان شاء الله، بس انت انوي، البنت بتحبك. قالت لك حاجه يا بنت؟ والنعمه لا، بس انا ليا عينين وبشوف بيها، وانت عارف انها بتحبك عشان كده بتدوس عليها. لا قولي لي يا وليا، المعدول جوزك ده ما بيجيش؟ لا يا اختي بيجي، بس كل فين وفين. انا اللي اعرفه ان الراجل لو مش قد المسؤوليه لا يتجوز ولا يخلف، زي الواد جيب ابني كده بالظبط، ما هوش قد المسؤوليه ولا قد الجواز ولا الخلف. لا يا شيخه، جيب رخر كده واسخا من كده، ده نمو اساليني انا عليه. والنبي. ومن نبى النبي. قولي لي يا ولادي، هي البنت بنت جيجي ما بلهاش عريس الايام دي؟ يلا يا بنتي هات الطعميه. بتاكل بسرعه يا سياسي. ايوه بس المسقعه ريحتها تفتح النفس. تسلم ايدك يا ام يوسف. بألف هنا وشفا، إن شاء الله تعجبها. أه بتعجب الباشا، أمال إيه؟ أنا عاملة لك طبق زيت تاخده معاك. تعيشي، إيه رأيكم الفطورة اللي جاية نعملها كلها مسقعة وندوق بقى؟ يا سلام، كله مسقعة كله مسقعة، مفيش بصارة يا سياسين، ده البصارة حلوة أوي. لا لا حلوة، أمال إيه البصارة؟ فين العيش يا ولاد؟ العيش اتأخر. يا نصة تعالى. تعالى يا ولد العيش. أيوة أهو. تعالى. أنتِ عايشة يا سيدي. نصة نصة. فين النصة؟ فين النصة والنبي؟ Okay, it's fine. You sure? Yes. Here's the money. How much in there? Here's half. The other half after 2 days. That wasn't our agreement. We agreed that the full amount of money should be paid on delivery. Sorry, Mr. Shami. It's a lot of money. Besides, the transfer hasn't come through yet. I will pay you after 2 days. Okay, Mr. Denny, I will agree this time because this is not the first time that we do business together. But I will get my money within 2 days, not more. انت عايزنا نروح الاسم برجلينا وكمان بالسلاح المسروق؟ صباح الفل يا كبير، انت عايز تجبسنا في حيطه ولا ايه؟ جرايه بكتيريا، ده انت حبيبي، يعني مش انا اللي هجبسك في الحيطه. بعدين بقول لكم الحوار ده على ضمانتي، انتوا رايحين بوسطجيه، هتسلموا وتردوا على طول. واحنا ايش ضمنا؟ هي الحكومه ليها امان؟
افرض روحنا بالحاجه مقفشنا ومشايلنا الليل. يا ده انت حمار، بقول لك الحوار ده على ضمانتي، يعني محدش هيعرف يعمل معاكوا اي حاجه. بعدين لو ما قلتوش حاجه نفسكوا ليه واقفين هنا فوق دماغنا؟ بعدين لما مؤاخذه فكرنا معانا انتوا كلكوا شويه على المسجله، والداخليه ليها البوم صور لكل عريس فيكم، فنودي الحاجه وما نقرفش روحنا يا جدعان. خلاص يا ريس خلاص، احنا هنعمل يا اسطى اللي انت عايزه، بس انا بقول لك اهو قدام زيتا وبكتيريا، انا مش مطمن يابا للحوار ده. وانا هبقى في ضهرك في اي حوار. يبقى خلاص يا جدعان، امان يا زلطه، ما دام الحوار ده عند الرايق يبقى البقال اللي في الكلام. مات الكلام؟ مات الكلام. ايه مفيش؟ ازيك يا عمي؟ طب مفيش سلام عليكم؟ ابويا وحشني اوي. لما بعوز افتكره باجي هنا، كل ركن بيفكرني بيه. حضنه وحشني قوي. ما انت اللي واطي. لو حضنه وحشك كنت تيجي تقعد مع عمك. اتربيت هنا قديم. يعمل عيب. اتنططت هنا. كنت كل يوم تعيط ومش عايز تروح، راسك وقال في سيف تبات هنا. قال ايه؟ علشان تشوف العصافير وهي مصبحه. العصافير. عارف يا عمي؟ انا كنت ببص على العصافير. بقول يا رب يا رب اديني ابن حد زيهم عشان اطير واروح بعيد وابقى مع نفسي. بس ربنا اداك عقل يا ديما وقال لك ما تطيروش. قصدك ايه؟ مش عايز تتجوز ليه يا ديما؟ عشان تسافر؟ عايز اسافر. وانت عارف ده حلمي من زمان. انا مكاني مش هنا وانت عارف. بحاول بس اعيش. بعدين اعمل لما اسافر هعمل لي قرشين هتجوز ساعتها براحتي. سيبك مني انا خالص، انت بقى ليه لغايه دلوقتي ما اتجوزتش؟ طب اللي يقول لك اني عاوز. عاوز؟ عاوز ايه؟ في سنك ده؟ ايه ده انا كبرت ولا ايه؟ لا لا ما كبرتش ولا حاجه، انت زي الحسن. طب قول لي هي مين وبدلتك عندي؟ كحلي مقلمه دي. كحلي ومقلمه وبتلمع كمان. هتكتم دي؟ هكتم ايه؟ انت هتتجوزها في السر ولا ايه؟ لا سر ايه بس؟ لسه ما فتحتهاش وخايف ترفض يبقى شكل عمك وحش قوي. ترفض ايه وبتاع ايه؟ مين دي اللي ترفض؟ المعلم ياسين على سن ورمح. قول لي بس وانا اروح اكلمها لك. تكلم مين يا مفضوح؟ بقول لك سر. سر ايه ده؟ قول بقى، قول ورايح قلبي. قول. هتكتم؟ هكتم. هجيب البدلة؟ هجيب البدلة. مديحة. مديحة مين؟ مديحة. أيوه أنا عارف إنها مديحة. مديحة مين؟ مديحة يا مديحة. ويلا مديحة؟ مديحة أم صاحبي؟ أم يوسف؟ يا نهار أسود أم نايدة. أقول له إيه؟ ما تقولوش، أنت تكتم خالص. أكتم إيه وأنا جيت هنا؟ أنا ما جيتش هنا أساسا ولا سمعتك أصلا. أم صاحبي أنت في إيه؟ أنت على قطار ولا إيه؟ طب والبدلة دي؟ بدلة إيه؟ انسى موضوع البدلة ده خالص، انساه خالص من دماغك. لو انا جاي افتكر ابويا ما اشوف لي اي صوره ابص فيها. طب اتكل على الله دي يا راجل. اوعى ايدك يا راجل. اتكل على الله دي انت بصيت دماغي. خلاص يا راجل جاي افتكر ذكريات. ايه وذكريات ابويا؟ ايه انت نسيتنا ابويا واللي جاب ابويا كمان؟ ام صاحبي ايه ده؟ مفيش بدل. انسى موضوع البدل ده خالص يا راجل. انت حاجه وحشه يا اخي. النسوان دول عليهم حاجات. ده تقول لي انا حامل واللي في بطني ده يبقى ابنك؟ عايز تشتغل انا بنت المجانين؟ يا يوسف ممكن الواد ده يطلع ابنك بجد وانت مش عارف. ابني انت كمان يا مين؟ يعني مش كنت ماشي معاها؟ كنت ماشي معاها بس ما حصلش حاجه. مين قال لك؟ ما انت حكي لي حاجات كتير. انا حكيت معاك في الحوار ده؟ انت حكيت بلاوي. لا يا عم لا. ما يعني الواد ده ممكن يبقى ابنك كده؟ يا عم بارك معاك. بس معلش يا يوسف انت اللي غلطان. ما انت كل يوم ماشي مع واحده شكل. تخيل بقى الستات اللي انت عرفتهم في حياتك دول كلهم عاملوا زي البت دي، هيطلع لك مش اقل من 80 عيل. حسبتها على كده ورثه. حب واحده في حياتك. بت كده حنينه بنت ناس. انت ايه بقى الحكمه اللي نزلت عليك مره واحده دي؟ تفكرني زيك ولا ايه؟ انا حاجه تانيه خالص. انت طول تبقى زيي.
وبعدين انت شكلك ناوية تتجوز؟ المشكلة يعني سيبقى ناشفة بنت الجزمة. مين بقى بنت الجزمة؟ مين بقى؟ مين بنت الجزمة دي؟ موحة. موحة مين؟ موحة. موحة هي موحة. مغلباني والله يا يوسف. أمال إيه بقى ما دام بتحبها عمال بتمسيها بعلقة وبتصبحها بعلقة؟ يا يوسف ما هي اللي بتعصبني. أنا حتى لسه دبابها علقة الصبح النهاردة. ليه يا عم؟ إحنا كنا الصبح مع بعض وزي الفل. بعد ما خلصنا الفطار. يا أخي والله متضايق، بفكر أطلع كده راضية بكلمتين. ولا أقول لك أنتش على تليفون في الهادي؟ لا بلاش. كلم عمتك خليها تقضيها، ما تكلمهاش أنت، خليك برنس. صح. أنت برنس وأنا حبيبك، علمني بقى الشغل ده بتاعك. حاضر. ماشي. يا عمتي انا ميمي. البنت موحة فين؟ راحت فين تاني؟ راحت ترقص تاني؟ طب على الحرام من دي اللي اكسر وشها. اقفلي يا عمتي. في ايه؟ اهدى. في ايه؟ اهدى ايه؟ راحت ترقص تاني، بتكسر كلمتها يا يوسف. يا ديبو يا سماع عندك؟ طب اقفل انا جاي. سلام. تعالى يا يوسف. ايه ده يا جدع؟ الحكايه ما تتاخدش قفش كده. وبعدين انت كنت واخدها دكتوره بسماعات، ما انت عارف انها رقاصه. اتهديني يا اخي، انت بتنرفزني. هي العربيه فين؟ العربيه مع ديبو النهارده. دور عليه. يوه وانا عاطف. انزل يا عايز ايه؟ انزل اروح مشوار واجيلك. انا خد بس رايح فين؟ اديني يالا. تسلم ايدك. والدمغه تقلتها ولا ايه؟ الراجل المره اللي فاتت قال لي الدمغه لازم تبقى تقيله، ما عرفش يصرف البضاعه. ما تخافيش، المره دي زي الفل. محدش عارف يفرقنا على 21، بس فلوسهم تحضر بكره. المقدس كلمني وقال لي هينزل مصر في اي وقت، وانا عايز اقفل حساب. شفت حاجة؟ ده أنا هموتك النهاردة يا بنت. أنا هموتك صحيح يا يوسف؟ هو أنا مالي؟ يموتك ولا يقتلك؟ أنتوا قريب في بعض، اصطفلوا مع بعض. طب اتلاقي أنت. إيه؟ ونعمة شريفة يا أخويا، أنا كنت بعمل كده بس عشان أغيظك. ولا عايز يغيظ حد يا سماح، يروح يشتغل رقاصة لو مش أي رقاصة. دي الهانم عاملة لي فنانة المنطقة. يحرقك بجد يا يوسف، أنت بتسخنه أكتر ما هو سخنان. ونعمة شريفة يا رايق، زي ما بقول لك كده بالظبط. وحياة ربنا عندي يا أخويا، أنا كنت بس بغيظك عشان يعني ما أنتش سائل فيا. يا جدع ده انا بحب رايق. عايز ايه من زفت؟ بقول لك بحبك. ما سمعتش حاجه. انت سمعت حاجه يا يوسف؟ مش واخد بالي. خلاص بقول لك بحبك. مش سامع. بحبك. يعني مفيش رقص تاني يا بنت؟ ونعمة شريفة ابدا. واكتب عليك الليله دي. ايه؟ ايه ما خدتيش بالك انت كمان؟ اسكت بقى. قول ونعمة شريفة وحياة معها عندك ما هترجع في كلام. يا بت هو مين بيرجع في كلام ولا ايه؟ بنتي تهدي، ده عربيتنا اللي معلش يا جماعة، أصل الميت قربنا بس من بعيد، من بعيد. لو فتحت لي بقك هقطع وشك. ايه هو؟ مبسوطة يا ست سماح؟ اديني فضيت لك القهوه عشان اكتب عليك، يعني موت وخراب زياره كده برضو يا ميمي. بص عليك يا بنت، برج معاك. اه ده نحلة. عينيا كبيره. هي قلنا بقى الجو العين دي احلى شويه. بس عم جاد كيف؟ عم جاد اتفضل يا مولانا. اهلا وسهلا. سلام عليكم. ازيك يا عم جاد؟ اتفضل نورت. اهلا وسهلا. اهلا يا مولانا. اهلا. كان لازمتها يا اولاد السرعه دي، ما كان ممكن تستنى لغايه الصبح. يا خليها الصبح فعلا احسن. لا يوف اقعد يلا يا مولانا والنبي وخلص. اكتب الكتاب يعني وانتوا بالمنظر ده كده؟
ايه يا مولانا؟ مالها مناظرنا؟ ما احنا زي الفل قدامك اهو. ما تشوف شغلك يا عم جاد، في ايه؟ انتوا شاربين حاجه يا ولاد؟ لا لا الا الله يا عم جاد، احنا كنا بمشكله ولسه جايين. هتجوزنا ولا نحرف انا والبنت؟ لو قلنا معاكوا بطايق؟ ما انت من نفس 16 سنه. في هبل معاك، مالك يا عم جاد؟ وبعدين يا ابني خد بطاقتك يا ابو لسان طويل، انت اللي عارفه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. مبروك يا موحى، مبروك يا مين، عقبالك يا بنت. هتسمعيني زغروت؟ خلاص خلاص. ايه يا جيجي مالك؟ كفلة الشر، هيطلعوا عليا وسرقوني. يا لهوي، فين؟ بره عند الحوادية. وجرالك حاجة؟ أنا كويسة والحمد لله. ادي اخرة المرمطة في شغلك وسهرك في نصاص الليالي. فيها ايه يعني لو كنتي وافقتي باي حد من اللي بيتقدموا لك بدل التعليقه اللي معلقها لك بسلامته دي؟ بقول لك ايه ياما، مش كل واحده اتجوزت راجل ستتها، في كتير قوي متجوزين ورجالتهم رامينهم رميه الكلاب وما بيجيلهمش غير لما شوهم يجيلهم. ولا انت نسيتي؟ سيبيني في حالي بقى. في ايه؟ مفيش حاجه يا حبيبي. ممكن اعرف يا سنين انتوا معطلينا لغايه دلوقتي ليه؟ مستنيين ديبو عم جاد. وهي الجوازه دي ما تنفعش من غير ديبو؟ ما تنفعش يا عم جاد، كفايه سيك اخويا مش موجود، دياب لازم يبقى موجود على الاقل في اول جوازه. اول جوازه في عيالي، انت ناوي تتجوز عليا تاني ولا ايه؟ هو انا حمار يا بنت اتجوز عليك ايه؟ غير يا يوسف. فين دياب يا عم؟ عم جاي في السكه، ما انا كلمته. شربتها نحلة. لا يا كبير والله ما بعرف اظبطك ولا اظبطك. مبروك يا ميمي. مبروك يا سماح. لك عم جاد. يا اهلا يا سجاد. لما انت عارف ان في جوازه جاي متاخر ليه؟ ما كانش يعرف يا عم جاد، ما كانش يعرف. اقول لك على سر ولا عايز كان يعرف؟ انت تعرف يا ميمي؟ المصحف معرض اهو. والله العظيم نهايته. اديني بطاقتك. بطاقتي؟ او ماي جاد، دي ضايعه من امبارح. يا ليله سودا ومطينه بطين. شاهد يا واد النحله وهات بطاقتك. تمام يا سماح. في ايه؟ انا معايا العزيز الغالي باسبوري. خد ياض تعالى اهو. بقول لك يا عم جاد، اختم له عليه يمكن يستبارك وياخد الفيزا. النبي ربنا يسمع منك يا يوسف يا رب. يا اخي بقول لك يا عم جاد، انجز والنبي انجز الجوازه العرفي دي. ايه يا ميمي، عرفي برضه ولا ايه؟ عرفي اهو. عرفي في عينك. ميمي عرفي في عينك. وانت جاي على ايه؟ مش حاجه، كنت بنت عمتك. خلاص خلاص خلاص، انت هتعيط يا بنت. انا بهرج خلاص يا دياب، مش هي رسمي المره دي. رسمي رسمي. مبروك يا سماح. على بركه الله، على بركه الله. مبروك يا موحى. مبروك يا كبير. مبروك يا كبير. خلاص يا الكلب الجزمة. مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ مفيش حاجة يا حبيبتي، اطلعي انا منتي. لا يا روحي، انام ازاي بس وانا شايفاك مش مظبوط؟ قولي بس مالك، في ايه؟ مفيش حاجة، الخواجة كان مديني ميعاد الليلة عشان يديني بقية الفلوس بتاع الشغل اللي اخده. قافل الموبايل بتاعه وما بيردش عليا، شكله كده مش مريحني. يا حبيبي ممكن يكون نايم او حصلت له ظروف. اطلع انت نام وارتاح، وبكرة ان شاء الله ابقى كلمه الصبح. لو ظني في محله مش هيبقى فيها الصبح، هيكون خلع. قصدك يعني يبقى نصب عليك؟ ملهاش اي معنى تاني. طب وانت يا حبيبي هتعمل ايه؟ تلاقيش كل مشكله ولا حل. يلا يا شيماء، يلا يا شهد، اصحوا اصحوا. ايه؟ اصحوا يلا يلا. ايه في ايه؟ اصحي بقول لك. ايه امك جرالها حاجه؟ امك اتكهربت يا شيماء. يا اسود يا بنت بهزر معاك، امك من كهربا خلقه. يلا إيه؟ عشان الراي وسماح كتبوا كتابهم، عايزين نهز لهم شويه. ايه ده كتبوه امتى دول؟ هم كتبوه هنعمل ايه؟ يلا بقى اصحوا، اروح اصحوا امكم. يلا فوقوا كده. فاهمه حاجه؟ لا ايه ده، مين كتب على مين؟ Start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore. Hey, papi. لا يا حبيبي لسه صاحي ما نمتش. داني؟ لا ما اتصلش. يا بابي قلت لك ما تديهوش الحاجه غير لما تاخد الفلوس كلها، ما سمعتش كلامي. طيب طيب خلاص، لما نتكلم بعدين فكري في اللي قلت لك. صباح على خير. باي. دي غاليه؟ ايوه، مش راضيه تيجي تقعد هنا ولا راضيه ابعت لها حراسه تقعد معاها. طب يا حبيبي انت شاغل دماغك بيها ليه؟ ما احنا كل ما نكلمها في الموضوع ده تقول انا عارفه انا بعمل ايه. وبعدين يا حبيبي انت عارف ان هي دماغها عناديه ودماغها ناشفه جدا. يلا
يلا عشان خاطري بقى اشرب الليمون وهشغل لك فيلم. يما يما في ايه؟ يما ايه في ايه؟ يما انا اتجوزت. تعرفي مين اللي اتجوز؟ انت اتجوزتي؟ ايوه يما. يا شفتي اتجوزتي؟ ايه يما مالك بتتحرجي ده ليه؟ يا خرابي يعني كده اهو كده اهو يا موحه كده اهو يا موحه في ايه في الحته يا موحه كده اهو يا موحه تجي بلدي شفتي في التراب يا موحه اخزع بس يما اخزع ليه؟ يعني 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 اديني يعني يا ايه يما بس ركزي بقول لك اتجوزتي اعملي فيا كده انا عروسه يما عروسه عرسه تاكل في دماغي في ايه يما ليه بقول لك اتجوزتي عملت لك يا خرابي يا ريت تضربها عملت ايه والنبي يا اخويا ما تضربها البنت ده معلش معلش ما تزعلش مني يما خنقتوني خرجت من البيت واتجوزت يا اخويا رجعت متجوزه يا عمتي ما انا اللي اتجوزتها انا اللي اتجوزتها والله لو النبي لو انت اللي اتجوزتها اعمل ايه يا ولاد الف مبروك يا الف مبروك يا موحى يا حبيبتي دلوقتي الف مبروك يا موحى يا بنت بحضن امك يا بنت يما وانا قلت لك ايه يما بقول لك الحمد لله ما طلعتش من حد غريب يا يعني ده انا قلبي راح يا ريت والله قلبي راح حبيبتي هاي The piece is beyond excellent. Prepare the money as I'm not staying in Cairo for no more than 24 hours. Okay, thank you, bye-bye. ما تزعليش يا جيجي ما تزعليش انت لو كنت استنيتي اروح اجيبك ما كانش ده حصل صح يا نص ما كانش ده حصل طب ايه رايك نروح نكلم ابويا ونشوف ابوك ايه ابوك ايه اللي هنكلمه ابوك لو كان عايش هنا حاجات كتير قوي ما كانتش حصلت بقول لك ايه ما تجيبش سيره ابوك ده تاني خلاص اهدي اهدي وانت من بكره هتشوف انا هعمل ايه شو الراجل بتاعك تعالى هنا انت الراجل بتاعك ذمتك انت حد يتجوز بالطريقه دي الواد ده مجنون وهيعيش ويموت مجنون محدش يعملها غيره بس عارف هو عمل الصح عمل اللي انا وانت ما نعرفش نعمله لا يا صاحبي اتكلم عن نفسك انا ماليش في الحوار ده خالص عارف يا يوسف وانا قاعد مع نفسي كده بفكر يا اخي انا ماجل موضوع جيجي ليه عشان ما اعيش فلوس عشان مزنوق بصرف على البيت وعلى اخواتي عشان خايف من الجواز ولا عشان مش عايزها ولا عشان ايه بالظبط يا عم ما تكركبش دماغي وحياه ابوك سؤال سؤال عشان اعرف افيدك تفيدني بايه؟ هي مقربه لوحدها، اللي اتجوز يبقى قد المسؤوليه، ما اتجوزش اساسا. انا خايف يا صاحبي. خايف اشيل شيء انا مش قدها. خايف يبقى عندي قرطه عيال يتربوا زي ما تربينا ويتعلموا زي ما اتعلمنا، وفي الاخر يطلعوا زينا. في ايه يا جدع؟ ما احنا زي الفل كلنا الحمد لله. يا يوسف تضحك على نفسك ولا عليا؟ انت لو بصيت لنا هتلاقينا ولا حاجه. احنا بنخربش في الدنيا عشان نحس ان بكره جاي. بنخربش في الدنيا عشان نحس ان احنا عايشين. بناخد حقنا منها بالدراع بس يا ترى صاحبي بقى دراعنا ده هيسد معانا لبكره ولا هيقع مننا شكلها مضلمه معاك جامد مش عارف يا يوسف عايز اتغير يا اخي عايز اسافر عايز اشوف ناس تانيه وجو تاني نفسي ابقى محترم يا يوسف عايز ابقى محترم شوف يا ديبو مفيش حاجه في الدنيا دي كلها هتخليك محترم قد القرش والقرش ده تعمله هنا في بلدك مش تطلع تعمله بره يعني عمليه كبيره عمليه لحسابنا لوحدنا جوازه متريشه كده يعني جوازه متريشه طب وانت اللي معايا الحاجات دي بتبقى اسمها نصيب وبعدين بيني وبينك الجواز اللي ما يجيش منه مصلحه يبقى ما منوش عازه ايوه يا يوسف بس في حاجه اسمها الحب الحب يا اخي أنا غلطان إن اتكلمت معاك أساسا، اتكلم مع مين؟ بنت خد يا سماع سماع خد يا بنت يا بنت احنا مش كاتبين كتابنا ولا إيه؟ يفتح لنا حبيبي الله أكبر يا بنت هاتي حاجة بص بس تصبيرة كده صغيرة ما قلت لك لأ يا ميمي سيبني بقى الله أكبر يا بنت بص لحد الفرح بس بوسة ما حصلش حاجة لأ الله الله أكبر طب بقول لك إيه؟ عشان خاطر ميمي بوسة أخويا بعين اللهم لك الحمد ماشي يا سماح ماشي امك هتخلص صلاه ما تخلصي بقى في ايه ما تهدى يا ميمي مالك في ايه يا راجل السلام عليكم ورحمه الله خلصت صلاه خلصت صلاه امي خلصت صلاه السلام عليكم ورحمه الله خليك بنار حرمني يا عمتي
جمعا ان شاء الله يا حبيبي. انت قاعده تنضف كل يوم، مش هاجي كل يوم اقف قدامه كده ابص عليه. حاضر. تعالي يا بت. اتاخر شويه كده. ماشي. تعالي باتي معايا. خش نامي في حضنها. خش نامي في حضنها. خش نامي. ميمي. اطفي نور الزفت وولع نور الهبابه عشان صلاح ما يكفيش على وشه. ايوه. خش نامي. تعالي يما وحشني حضني. خليها تنفعك. تعالي يا روحي. هو كان المفروض يبعت لي تمن الحاجة امبارح بس ما حصلش، خايف يكون بيغلط. الحاجة دي ايه بالظبط؟ تمثال. تمثال ب 2 مليون يورو. تمثال ده يخصك ولا يخص ناس تانية؟ يخصني شيم. أنا لازم أعرف الموضوع بالظبط عشان أعرف أنا بتعامل مع مين، لأن لو اكتشفت إن الموضوع ده هيزعل ناس يخصوني، أنت عارف اللي هيحصل لك. حضرتك ما تقلقش، دي مش أول مرة نتعامل فيها مع بعض. أوكي. سن. أوامر يا جدعان. شوف شيمي، في واحد مضايقه حبتين. عايزين نعرف هو مين وسكته إيه في ظرف ساعة. تحت أمرك يا جدعان. أوكي. طب إحنا لسه ما اتفقناش على لا 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 لا. خلي الحساب لبعدين، لأنك لو طلعت مخبى عليا حاجة الحساب هيجمع. اتفضل. على اذنك يا زرار. اتفضل. واد يا ديب. انت يا ولا. واد يا ديبو. انت يا واد. شوف البت اللي بره دي عايزه منك بنت ايه؟ مين يا ام؟ البت اللي اسمها جيجي ولا جيجي دي ولا ما اعرف ايه؟ جيجي بره؟ اه يا اخويا بره قاعده مستنياك حبيبي على مهلك لا تقع. ليه يا شوشه عامله ايه؟ انت كويسه يا بت؟ انا بخير. وامك بخير؟ الحمد لله. قول فيها يا بت؟ بكلمك من امبارح يعني ما بترديش. بس في عيلة العليا ثبتوني امبارح. ثبتوكي؟ ازاي ثبتوكي؟ ما كلمتنيش ليه؟ ما هو سرقوا مني الشنطة والموبايل كان جواها يا ديب. حصل فين الكلام ده؟ عند الحوادية بالليل. وعيال كانوا راكبين فيسب كده. دول عيال شوارع، هولع فيهم، هولع فيهم. بقول لك ايه يا اختي؟ الشنطة دي كان فيها فلوس كتير؟ يعني يا خالتي. يعني يا خالتي يعني قد ايه كده اسم الله؟ فلوس يا خالتي وحاجات. يا عم على فين يا ولد؟ يا عم بيقول لك ثبتوها يا عم. رايح فين يا ديب؟ ازعي يا بنت اللي موتك، ازعي. يا ديبو يا ديبو يا ديبو. مين؟ مكتوب نادين. خلص المميز عايز انزل. خلص اهو يا حبيبي اتفضل. انت سبتها ولا ايه؟ هي مين دي؟ اللي كلمتك اللي اسمها نادين. انا كنت اتجوزتها عشان اسيبها؟ وانت بتسالي في اللي مالكيش فيه ليه؟ ما اقصدش والله يا حبيبي، كل الموضوع ان انا لاحظت انك بتكلمها كتير الفترة الأخيرة، فقلت يمكن ربنا هداك وهتتجوزها. انت بتصنطي عليا؟ والنعمة أبدا. أنا كل غرضي إني أطمن عليك. لا اطمني. أنا بتاع جواز ولا غيره. ليه بس يا حبيبي؟ هما اللي اتجوزوا كانوا أجدع منك. مفيش حد أجدع مني. لكن لما أروح أتقدم لواحدة وأبوها يسألني أبوك مين؟ أقول له إيه؟ معرفش. أروح أسأل أمي؟ تاني. تاني يا يوسف. تاني وتالت ورابع. مشكلتك انك مخلياني حاسس ان انا قد كده. شيل دماغك من موضوع الجواز ده خالص. مفيش واحده بنت حلال هترضى بعيل ابن حرام. قدامي يلا قدامي يا قدامي قدامي يلا قدامي يا ابن الهرمه قدامي يا ديبو. شو انت معاك يا خالد؟ يا جدع مين يا عيال تعبانه لسه سجلين؟ قوم يا قوم يلا حط القهوه وقعد يلا يا عم خش يا يلا يا عم الحق يلا يا عم النهارده اجازه يلا يلا يا عم النهارده مفيش حاجه فيها يا يلا يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي جابك بدري؟ انا ما رحتش المحل اساسا. مين العيال دي؟ ده عيال الجيران قاعدين بيسلوني. ما انت طول النهار في الشغل واخوكي في المدرسه، هعمل ايه؟ وانت يعني مش لاقي حاجه تسلي بيها غير عيال الجيران؟ ناقصه يعني دوشتهم قوي؟ قلت لك بيسلوني ما تحبكيهاش بقى. اجيب لك تاكلي؟ لا ماليش نفس. طب وليه بس سدت النفس؟ ما خلاص اللي راح راح. ايوه اللي راح راح، وانت اصلا ولا على بالك. كل اللي انت فالحه فيه هاتي هاتي، صح؟ هو انا باخد حاجه في جيبي يخونك طقم الملايات البمبة المسخسخ اللي لسه جايبهولك؟ تاني ياما ملايات؟ تاني؟ ايوه تاني ملايات عشان تتجوزي مسطوره. مسطوره؟ اه على اساس يعني ان بوليس الاداب هيلفني بيه. قطعي لساني، ايه الكلام ده؟ بقول لك ايه ياما، الفلوس اللي انا بديها لك دي علشان مصاريف البيت ودروس نص، جوازي بقى وجهازي مالكيش دعوه بيه. انا لما عاوز اتجوز هبقى اجيب انا جهازي على مزاجي، خلاص؟
طيب براحتك، والنبي ما انت فاهمه حاجه ولا عارفه حاجه ولا عارفه قيمه الملايات. بصي قدامك. يا رب. السلام عليكم. مجيب حميات؟ شكرا قوي ربنا يخليك. شيماء، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ ايه انت اللي بتعملي ايه هنا؟ انت بتشتغلي هنا ولا ايه؟ استعبط قال يعني مش عارف. بصراحه بستعبط. عارف مفيش، اصلك جيتي على بالي بصراحه فقلت اطلع اجدع منك واشوفك. لا قلبك حنين. لا والله ده مفيش احن منه على فكره. بقول لك ايه، تيجي اخدك لفه بالعربيه نتفسح شويه قبل ما تروحي؟ عربيه مين دي؟ دي بتاعت واحد صاحبي. سرقها؟ سرقت ايه؟ بقول لك واحد صاحبي. انت هتلم علينا الناس ولا ايه يا شيماء؟ في ايه؟ هاي قلتي ايه؟ طب هتودينا فين؟ نفسي افرجك على مصر كلها من فوق. بس انا ما ينفعش اتاخر. انت اخرك في البيت كام؟ 7. 9:30 هتكوني في البيت، يلا بينا. انت هيطلع عين امك النهارده. ليه طبعا يا عم ديب؟ والنعمه انا ماليه فيه. انا كنت باجر المكن وقاعد جبت كده المكن وتعيش. هو انت مش من عيله الشوالي؟ وجوز اختك محمد خليفه؟ ايوه. وقول لي ايوه يا رايق. وانت قاعد ابوك ما عملش المرجاله يالا ولا ايه؟ ليه كده يا عم دياب؟ يلا نصه اخلص وروح. ليه رايق؟ صور نص، صور براحتك، بس بعد ما تخلص انده لاختك. ماشي، ده انا حازين لامك بالفيديو ده. ليه كده طاير؟ ايه مالي يا هيثم باشا؟ صباح الفل. لا باشا، ناس جايه لك في الطريق ومعاها الحاجه كمان، بس اللي قدرت تلمها يعني. باشا انت وعدتني والنبي بتصغرني مع العيال. ماشي يا باشا، صباحك زي الفل، نهارك قشطه. سلام يا باشا، اتفضل. يا ميمي في حاجه ولا ايه؟ لا دي كله تمام. بقول لك يا كبير، في واحد اسمه الاسمر عايزك بره، ادخله ولا انطره؟ انا عارف انه جاي طبعا. خليه يخش. هنيا تعال. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام، هات كرسي نحله. هنيا يا كبير. ازيك يا اسمر؟ الحمد لله. ينفع كده يا رجاله اللي حصل تخشوا المنطقه وتخطفوا الواد من وسط اهله وما تعمليليش حساب؟ العيل الاهبل بتاعك ده ثبت حريمته خصنا بالليل. وربنا منع عم الاصمه، ده الواد بيست وهيما هم اللي اجروا مني المكن. بس ياض، وبعدين يا صاحبي؟ ما فيهاش بعدين يا اصمر، الحاجه ترجع بعدين نتكلم. بعدين احنا لينا حق عند الواد ده يتأدب باللي عمله. حق ايه؟ ده اللي يخص دي بيخصني يا عم الرايق. ماشي. ايوه يا احمد، الواد بيستو النهارده كان بيفك سلسله من على المكسامين بتاع الدهب، ما رضيش ياخدها منه. بيقولوا ان هو دهب مضروب. انا عايزك كده توصل تشوف لي قران الحاجه دي، واذا لقيتها تمام تقبض عليه. سلام يا ماشي يا حبيبنا. ماشي. نعم، عايزة ايه؟ انت بتعمل معايا كده ليه يا يوسف؟ كل ده عشان بحبك؟ يوسف انا ما اقدرش اعيش من غيرك. انا ممكن اعمل اي حاجة عشان ما تسيبنيش، والله العظيم ممكن اعمل اي حاجة بس ما تسيبنيش. يا ابن الكلب يا واد يا معفن، وحياة امي لو اوريك، وحياة امي لو اوريك يا يوسف. نادين، نادين في حاجة؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة. ودول بس اللي عرفتوا تجيبوهم؟ يا باشا احنا مواطنين شرفاء، وكل واحد كان معاه حاجة فينا جابها زي ما اتفقنا مع الرايق يا باشا. حلوة شرفاء دي، عجبتني على فكرة. يعني مفيش حاجات سلاح تانية مستخبية هنا ولا هنا؟ باشا لا هنا ولا هناك، احنا جايين معاك اخر واللي معانا جبناه. ماشي. استاذ فتحي. تمام يا باشا. خد العيال دي بره بضيهم على المحاضر وارميهم جوه في الحجز لغايه ما يتعرضوا على النيابه بكره. نيابه ايه يا باشا؟ هو مش الكلام خد ودي وبشكل ودي؟ يا باشا النيابه دي خارج نطاق اتفاقنا. اتفاقنا؟ ولا كان في اتفاق بيني وبينك يا رحمك؟ في اتفاق بيني وبينك يلا؟ يلا استاذ فتحي، لا انت تتربى. تمام يا باشا. شكرا يا باشا. اتفضل. مساء
سلامات يا رايق. ها ايه رايك بقى؟ مش قلت لك ان انا هجيبك في مكاني، هوريكي في مصر كلها من فوق. عاجبك مش كده؟ شغالك راغب علامه وانا بعشقك ومظبطك وجو كده. يا سلام على الحنيه. اما ليه طبعا. انا وانا معاكي بحس ان انا على طبيعتي. بحس ان انا زي ما انا. بفرحي وزعلي وجناني وعقلي. بعبطي كده زي ما تقعدي تقولي عليا. ما بتكسفش منك. بدي حاجه بسطك؟ قوي 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 قوي. طب الحمد لله. وانت بتبقي مبسوطه وانا وانت معايا؟ انت جدع وراجل تشتغل مع ابوك وشايل مسؤوليه بيتكم، متحمل مسؤوليه يعني من الاخر، مش زي العيال التافهه اللي بنشوفها اليومين دول. بحس ان انت هتبقى امين عليا. دي اكتر حاجه الواحده بتبقى عايزاها من الراجل اللي هي اختارت ان هي تبقى معايا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الجو ده؟ انت نطقتي؟ انت مش واخده بالك؟ انت نطقتي يا بت؟ البت نطقت يا جدعان! برضه ما رديتيش على السؤال بتاعي، انت تبقى مبسوطه وانت معايا؟ ما قلت لك هي الواحده هتبقى عايزه ايه غير واحد يحطها في عينيه ويخاف عليها. اخاف عليكي؟ انت عبيطه يا بت ولا جالك تربانه في دماغك ولا اتجننتي ولا ايه حكايتك؟ ما اخافش عليك ازاي؟ ما اخافش على الحاجه بتاعتي؟ انت بتاعتي يا بت، انت ملكي. الله، ايه بتاعتك دي؟ ايوه بتاعتي، كلك على بعضك كده بتاعتي. انا احمد، احمد جبر، كبير كبارات الالتراس، يعني نادي القرن، يعني احسن نادي في العالم يا جدعان المارد الاحمر. البت نطقت يا جدعان. انا بحبك. خلاص بقى ما. وانت شعرك لونه ايه صحيح؟ مالكش دعوه. الله، هو ايه مالكش دعوه دي؟ انا قلت لك بحبك خلاص. طب على فكره بقى انت طبقت الجاكيت بتاعي، بس براحتك يعني عادي، ممكن نودي فتح النكوي عادي. طب والنعمه انت عبيط. يوسف انت لسه عندك برد في المخزن ولا خلص؟ هيروح فين يا باشا؟ ما هو قاعد، ما انت شايف السوق عامل ازاي دلوقتي. فعلا دي بقت مشكله كبيره قوي، بس انا عندي ليها حل. قوله. موردين المراسم اليومين دول بقوا بيستنصحوا قوي، وبدل ما ينزلوا الاسعار عشان البضاعه تمشي بقوا بيدبلروا الاسعار، والورقه الموميه بقت بتعمل 150 و200 جنيه. فانا بقول يا باشا بدل ما البضاعه مركونه عندنا والتراب عمال بياكلها، نطلع منها شويه ونبيعه ان شاء الله حتى بنص الثمن. اوكي، بس قول لي غالي عشان تبقى معانا في الصوره كمان. تمام يا باشا. نو 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 بليز، اي دونت وونت ذس، اي وونت ماي ماني باك. عن اذنك يا باشا. بليز نو بليز. اهدى 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 اهدى. هاي هاي، واتس ذا بروبلم؟ يو اي دونت وونت ذس، اي وونت ماي ماني باك بليز. يس بات يو ديدنت باي ذس فروم هير. اي دونت كير، اي وونت ماي ماني باك. اوكي، اي ويل شو سمثينج ايلس ذات يو ويل لايك، اي ام شور. طلع لك مثال جرانيت. اتفضل. وات دو يو ثينك اوف ذس؟ اتس اوكي يعني، بات اتس فيري هيفي. اتس هيفي بيكوز ذس از real granite and this is handmade. Yeah, handmade. Yes, yes, beautiful. How much it cost? This is 400. 400? But for this beautiful smile, only 300. Really, 300? Okay, you take? Okay. Okay, thank you. لفول هلا. ماشي. Thank you. Yes, اديها 100 جنيه. Okay. You're welcome. اتفضل يا بيه. سلام. شكرا. لا مؤاخذة يا اختي، الواد ما يعرفكيش، عيل واغش من بره المنطقة. تمام على حاجتك، واي حاجه ناقصه احنا سدادين. بقول لك ايه؟ مش عايز اشوف اي عيل هفق يهوى بناحيه المنطقه، مفهوم؟ ماشي يابا، اي حد ينزل بره منطقه غريب هيتعمل عليه حق عرب، وانا بقول قدام الراجل اهو. راجل؟ ماشي اصبر. الحاجه تمام؟ تمام يا زين. انا بقى هطلع منها. الله، انا هكلمك. ماشي. سلام عليكم. مساء الفل يا عزبي. مساء الفل يا رايق. ايه انت فين؟ مش باين ليه؟ مش وقت يا رايق، بعدين نبقى نتكلم. المهم انا جاي اقريك على حوار، جاي اقريك على حوار قبل ما تحصل مصيبه. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ الواد بتاع الشاي اللي في القسم وانا معدي لقيته ثبتني. خير يا ابني؟ في ايه؟ لقيته بيقول لي ابلغك ان هيثم باشا لعب الدنيئه يا رايق وحبس العيال وهيلبسهم قضيه. انت متاكد من الكلام ده؟ زي ما بقول لك كده يا رايق، وانا يا صاحبي جيت ارسيك على الدوره عشان تشوف هتعمل ايه. بالاذن يا رايق.
كلب. رخصك. رخصي؟ معلش يا باشا، لا مؤاخذة معيش رخص. معكش رخص؟ اه. ايه؟ انا اسف معلش. طيب اركن لي بقى حضرتك وانزل. طب معلش بس استاذن حضرتك قبل ما اركن وانزل على جنب. هسألك سؤال بس. اه. هو حضرتك كنت جايب كام في الثانوية العامة؟ ايه؟ 50% مش كده؟ يعني فاشل. لا مؤاخذة يا باشا، انا ما بنزلش لحد فاشل من العربية ولو جدع حصاني. بتقول ايه يا حيوان؟ في الثانوية! اوعى تقول لي انك لسه ما رجعتش. انت بتهزر؟ ليه انت طيارتك الساعة كام؟ اوكي. طب بقول لك ايه؟ انت وحشتني قوي. لا بجد انت وحشتني. هاجي اخدك من المطار ونروح مع بعض. اوكي روح. يلا. باي. يوسف، يوسف تحت امرك. بقول لك ايه، انا كنت طلبت منك جرد بالمعروض واللي في المخزن. هو فين؟ ما هو قدام حضرتك، هو في الورق. اه ده. طب فين شغل الذهب والخشب والحجر؟ حضرتك فاهمه يعني طبعا ان السوق اليومين دول واقف وما بيتباعش منه غير حته الازاز، والحاجات التانيه دي يمكن يتباع منها حته ولا حتتين بالكتير. بص بقى يا يوسف، من هنا ورايح لما اطلب منك حاجه حتى لو ما تبعدش منها حته واحده تحضرها لي وتجيبها لي، ممكن؟ اللي تشوفيه حضرتك. اديني مفتاح المخزن وانا هعمل لك جرد تاني. الو، اي امزي. صباح الفل يا سمبيه. يا باشا ارغي. لا يا باشا انا مش هرغي ولا اطول عليك، انا جاي بس عشان الاتفاق اللي بينا. اتفاق ايه ده؟ اتفاق ايه؟ اتفاق مش بتاع العيال. العيال تيجي تسلم الحاجه وتمشي على طول. تعبيط ارحمك. ارحمني؟ ارحمك. شويه عيال بلطجيه سارقين سلاح ميري، ايه؟ عايزنا نضرب لهم تعظيم سلام، واقول لهم متشكرين قوي انك حرقتهم الاسم وسرقتهم السلاح اللي فيه. يعني مفيش عيال؟ انسى. انسى؟ يعني بتديني على قفايا وبتصغرني مع الناس؟ لو انت كنت فاكر نفسك كبير ولا ايه يالا؟ وعلى العموم لو وحشينك قوي كده انا ممكن ارميك جوه معاهم. وانت بلاوي كتير. بلاوي كتير فعلا. لو عليك طيب احسن. يبقى تغور من قدامي دلوقتي وما اشوفش وشك هنا تاني. صح كده. اللي يخلي واحده تحط في شنطتها حبوب منها الحمل؟ امال هتشيل ايه؟ مكنه حلاقه؟ مش عايزه تخلف يا سيدي، سيبها براحتها. متطلقه بقى لها كذا سنه. متطلقه؟ ده موضوع مختلف، ما دام متطلقه يبقى ده موضوع كبير جدا. السلام عليكم يا ولاد. وعليكم السلام يا عم ياسين، اتفضل. ماله ده؟ وشك مزمر ليه؟ الواد هيثم بتاع الاسم بيعمل عليا دكر. ايه اللي حصل؟ حاجز العيال وهيعرضهم على النيابه. يا ابن الكلب، طب والاتفاق؟ هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ ده انا هتربق فوق دماغه. ميمي، ما ينفعش فتح الصدر ديت، لازم نفكر. يا جدعان نفكر في ايه؟ الراجل علم عليه، عايزينه يسكت؟ بس بقول لك يا ميمي، احنا برضه مش هينفع نقعد مع الحكومه، احنا اللي هنزعل مش هم. بصينا يا جماعه، مصلحه هرجع على طول. روق امين كله هيبقى تمام ان شاء الله. وما ينفعش يا جدعان، لو كان جه خد العيال بنفسه كنا قلنا امين ان انا اسلم العيال ويعلم عليا، ده انا احش رقبته فيها. ولما تحش رقبته ويحش رقبتك اخرتها ايه؟ بركة دم هتدفع ومحدش هيعرف يسدها، وشباب زي الورده هتروح وتندفن في التراب. تعالى يا رايق، تعالى يا ابني واهدى. عم ياسين بيتكلم برضه في الصح.
ايه ده يا ميمي؟ وبعدين انت مش لسه كاتب كتابك؟ افرح يا اخي وبلاش بقى تقلبها كحلي. هاتش عين احمد. هني يا عم سيدي. وهات لنا واحد بحليب. هني. السلام عليكم. يا دي يا ابني الذين انت ايه اللي اخرك؟ ازيك يا عمنا؟ حبيبي تعال عن اذنك يا عم ياسين. نحلة هات لي الشيشه. هتشرب ايه؟ المشكلة إن أنا جيت له في العيد اللي قام مغفلني ومديني على وشي. كل مشكلة وليها حلها يا ريان. ودي حلها إيه؟ يعني نشوف محامي شاطر يخرج. محامي؟ ده أنا كده لبستها رسمي. أنا ألبس طرح أحسن يا عم ياسين. إهدى يا ريان، المسألة ما تجيش قفش يا ابني. مش عشان نحل ثلاثة نحبس 20. الله. تأخرت ليه؟ على ما لميت الغلة يا كبير. جبت المصلحة؟ أنت تأمرني. عد بقى كده وسمعني طرحتهم وطمني على الأمانة. نحلة. هنيا يا زعيم. هات الأمانة. اعتبره حصل. تمام. مساء الفل يا سيدي. نورت المنطقة كلها. ده نورة غريبة. خير لما كلمتني في التليفون ما فهمتش. ايه؟ عملية جديدة ولا ايه؟ وأنا بعوز غير عشان شغل. امسك. خواجة. ماشي. ايه المطلوب المرة دي؟ الراجل ده خدت مثال من واحد حبيبنا وكان عليه الفلوس. ماشي يتقدم. لا لا سيبك من حكايه التأديب دي، احنا عايزين حاجه. بتشيلها فين؟ في الفندق اللي هو نازل فيه. خد الورقه دي فيها كل البيانات، اسم الفندق ورقم الغرفه وساعه التنفيذ وانت عرفت وشه. عمل له فيش تشبيه خلاص. بس انت عارف حكاية فندق دي صعبة قوي، أمن وداخلية وسياحة، وأنت شايف السياحة عاملين يحاجوا عليها، وأي حد بيخربش جنبها بيظبطوه. بص يا ديبو، أنت عارف إن الجنرال كان غضبان عليك والعملية اللي فاتت، تاني أنت شفت غضبه بنفسك، مش كده ولا إيه؟ المرة دي بقى لازم تثبتوا له إنكوا رجال ضحايا وحي، ما زوايا إلا تاني أنت فاهم. 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 جثة يا زعيم. ايه ده يا ريس؟ ده مش كلاشينكوف. كلاشينكوف ايه يا مغفل؟ ده انضف من الكلاشينكوف 100 مرة. ولا انت خدت على شغل ورش النهضة وابو حشيش؟ الحتة دي نظيفة ولو خدشتها هزعلك. ماشي يا عمنا، واللي انت طلبته انا جبتهولك. انا بقى عايز حتة كلاشينكوف، عندي فرح كبير، عايز اعمل فيه الواجب ونقضي المصلحة. فرح؟ ماشي يا فقري. نحلة! هنايا يا زعيم. ادفن الجثه، ولو عم ياسين سال عليا او ميمي قول لهم اطلع مشوار وارجع على طول. انا يا زعيم. تعال يا عم عشان اجيب لك مصلحتك. تسلم لي يا عمنا. سيب لي الموضوع، انا اروح اتكلم مع هيثم ده واتصرف معاه. عم ياسين الواد ده مشكلته ما بيكبرش حد. معلش هي محاوله. الحق بيه اهل العيال اتحبسوا النهارده جايين بره وشكلها هتبقى مكزره النهارده. طب هات السلاح من جوه. بس يا رايق اهدى، مفيش سلاح هيطلع، انا هتصرف.